اهلين اخي معروف. إيه هيك ها، انا من زمان حابب تنضم لشلتنا، ويلي بيعيش بده يعاشر ويشوف، وصدقني رح تستفيد من خبرتنا. طبعا بده يستفيد، والمعيته رح تزيد بالمفهومية والمعلومية، ولا شلون اخي حاتم؟ يا سيدي كلامك ما عليه غبار. قال اللي بيعاشر النجار بيأذي حاله بمنشاره، واللي بيعاشر العطار بتفوح ريحته مسك من بيته لبيت جاره. يا سيدي الله يسلمكم بجاه النبي. بالعكس المقصب معي، وانا واثق حتى لو كنت غبي بصحبتكم رح صير المعي. هالكلام كتير حلو، بس عندي سؤال اخي معروف. اتفضل اخي محسن. ليش ما منشوفك بالقهوة؟ مع انه القهوة لرجال القبضايات والقعدة فيها لهوة عن قر النسوان اللعايات. اخي رح تستنطق بلا معنى. بيجوز الزلمة مبسوط محرمته، او مثلا هو بيتمنى والمخلوقة حارمته. سمعنا اخي راتب الله يخليك. صحيح اخي معروف مرتك عم تتحكم فيك. بالعكس ما في شيء من هاد، مرتي بتحب تشوفني سعيد، وقسما برب العباد بتلبي لي شو ما بريد. اذا قلت لها المامونية بتصير بالرمل، تاني يوم بتكب السميد. اصبح على هاللون مرتك مثالية، ما في منها بالكون، وما بتعرف سوء النية. هلأ عم تحكي من كل عقلك ولا مرتك ضابعتك؟ لأنه يا أنت مربى ببيت أهلك يا أما هي ساحرتك. حشات الذكر لو ما كانوا مجتمعين نسواننا هلأ سوا ومرته بالجملة، كان الزلمة أكيد رح يأكل هوا، ولما بيرجع رح تعمل له حفلة. أخي حاتم أصابيعك مو كلها سوا، والنسوان هيك. إذا نسوانكم عم يطعموكم هوا، أنا مرتي مو هيك. يا حبيبي سكت دهرا ونطق بالباطل. ولك يا معروف صدقني فعلا جنس النسوان عاطل. بتلاقي الوحده منهم قويه ومكيوده ومقرحه، وما بتصير لينه وناعمه وطريه الا عند المصلحه. طيب شو ساوي لكم؟ انا مرتاح مع مرتي، يعني لحتى ارضيكم الكم جايبه اخرتي. يا عمي نحن ما عم نحكي عن نسواننا، عم نحكي عن النسوان بشكل عام. وقسما بالله انت شروى احساننا وعم تتلاعب بالكلام. طيب شو بتعمل النسوان؟ محسوبكن متجوز جديد ولساتني فرحان. انا رح اجاوبك. مثلا انا مرتي بتقول عني بخيل، وبالبخل مالي مثيل، وعم تسود سمعتي بين الناس وبتنشرني على حبل الغسيل. هيك من الباب للطاقه ولا من بخلك مرتك دايت خلاقه؟ مو مسألة دائت خلاقة، المسألة وما فيها إني مرة وكلتها بالمصروف. سامع أخي معروف؟ سامع سيدي سامع. وكلتها بالمصروف وعطيتها مبالغ. خليك معي أخي معروف، قسماً بالله ما عم بالغ. معك أنا معك. وبظرف خمسة أيام طار مصروف الشهر على علاك مصدي وعلى صخام، وبعدها اشتكت الفقر. ولك وين رحتي بالمصاري يا حرمنا المصون؟ ما ردت علي كأني عم غني بالطاحون. وين رحتي بالمصاري؟ كأني عم غني صيد العصاري. ومن يومها حرمت سلمة قرش، وصرت أنا المسؤول عن الأكل والشرب والفرش. ولما حست مرتي بالحامي لعنت حظها يلي رماها عندي، وصارت تقعد قدامي تماما مثل الفقير الهندي. صيغة بدها مع إنه عندها، وكل طلب بتطلبه ما كنت ردها. وصارت مثل الضبعة المفجوعة وما كانت تلزم حدا، وفتحت قدامي ميت بلوعة وإن كنت شاطر سدة. ودائما طلبات كتيرة وغير المصاري ما لسيرة، إداءة أخلاقي منها ومن طلباتها، اعتبارا من مكياجها وانتهاءا بجراباتها. ولقاته ما عادت أكلت بدها كاساتها. بقى شو رأيك؟ هيك مرتي بدها ياني مثل طاسة الجن. منين ما نقرتني برن. هو انا صاير معي هيك شيء، بس قلت انه الشغله عرضيه، معقوله مرتي بهالدرب تمشي؟ حاكم انا بلجأ لحسن النيه. لك شو عم تحكي انت؟ انو حسن النيه؟ يا عم النسوان شيطان اخرس، بياخدوك على البريه وبينيموك هنيك قبل ما تنعس. جنس يا لطيف قوي ومكيود، والكيد بدمهم طبع، وما بتقدر عليهم القرود، وبيسحبوا اللقمه من تبن الضبع. لا ولو ما كانوا مكيودات وسمن ماشي بالشريان، ابدا ما كانوا موجودات بالايات وبالقران. سيدي
شغلتهم صارت معروفة وما بنقدر نقعد بلا هون. بتلاقي الوحدة منهم النعومة ومنقول يا الله ما أحلاهون، بس ما بتقدر عليهم حكومة وعلينا بيرموا بلاهون. يا جماعة أنتوا عم تخوفوني، أنا متجوز جديد حرمتي، خايف أول ما تشوف عيوني تتغير فيها نظرتي. هلأ خلينا نصف صفنة ونفسيتنا مرتاحة. مين طالع آدم من الجنة وقال له عض التفاحة؟ أمنا المنظومة حواء قالت له القطة بتحرس جبنة؟ حاجة تشوفها وتتلوى، روح انهشها بالقرنة. وآدم صدقها لحواء وكانت نهشة طول وعرض، وآدم تلقى العقاب، ربي أنزلوا على الأرض وبلش مشوار العذاب. واللي ساوى ذنب وهو عم يضحك رح يندم ورح يدخل وهو عم يبكي نار جهنم. لك حتى المرأة بالصور مرسومة بشكل حي، عم تبخ السم والزفر بإذنه لآدم يا خطيه. مين كان أصل الشقاء ومين كان أصل البلاء؟ ما في شك أمنا حواء. ها أصبح نحنا ما عم نتجنى وما عم نجيب الكلام من عنا، كيد النسوان هالكنا وبيلحقنا وين ما كنا، وكل شي هن بيتمنوه عكس اللي نحنا بنتمنى. لا ومن تحت أظافيرهم بيخلقوا المشاكل، وانت يا سهيان يا غافل. وأكيد هلأ يا حسرة عم يحاولوا يسودوا عيشنا، وأنا ببصم بالعشرة إنهم عم ينتفوا ريشنا. ليش نحنا بقيان علينا ريش؟ صفينا على العظم يا حسرة، حتى اللحم ما فيش. بقى بترجاك يا سيد معروف، النسوان ما بدهن محامي دفاع، ومهما دافعت بتضلك خاروف وعم تمعي بين ايديهن معمع. لا انت قول مهما حاول الجدي يصرخ ويركض ويهرب ويفشخ، ما في فك من النهاية ومصيره المحتوم بالمسلخ. يا جماعة انتوا عم تصوروا لي النسوان بشكل مريع، يعني كأنه الوحدة غولة وهاجمة على الحمل الوديع. يا معروف انت بتضلك حر حتى تخطب وتتجوز، بس هلا معك حق، لساتك غر وعم بتهجي ابجد هواز. يا معروف النسوان مثل اللغز المشفر، وكل ما حاولت تفهمهن رح يزيد جهلك اكتر. العمى على هالحالة، شو نحن مفوتين على بيتنا ذرة نووية ولا قنبلة ذرية؟ لك حبيبي انت ليش ما بدك تفهم؟ اخي حاتم فهموا طبع النسوان قبل ما يندم. لك يا ريت يفتح لي مخه احسن ما يطلع خلقي عليه وطخه. حاضر اخي حاتم رح اسمعك على المزبوط. اسمعوا يا جماعة، هذا يا سيدي بايام الخطبة كنت مع مرتي حازم وعايش مثل السلاطين، انا السيد وهي الخادم واتنيناتنا مبسوطين. بس صدقني خيك حاتم من قلبة عيشته كل طين من وقت اللي نقل الخاتم وقاموا من ايده اليمين. ايدي على راسك يا تمينة، ما شئتوا لحكياتي ولا انتوا بالاسم عاملين حالكم رفقاتي؟ اسمعي شو عم تحكي يا مكرم، قال عاملين حالكم رفقاتي بالاسم؟ قريتوا الهي ما يبله الوش وما اعدم هالكسم. والله والله يا نفيسة انه الكلمة من تمك احلى من لقمة الهريسة، وصدقيني جلستنا بلاكي مملة. بس بحضورك بتصير انيسة. لك ليش ما عدتوا بعتوا وراي خبر وعم تسهروا لحالكن على المشرقة بضو القمر؟ على علمي ما بتحلى سهراتكن الا بحضوري، ليكون عم تتضايقوا مني ومن جاعوري. بالعكس انتي احلى ما فيكي عصبيتك وجاعورك، ونحن قصدها نتغلظ عليكي بحضورك لحتى تطلعي عن طورك ونضحك لنا شوي ونتسلى. لشو شايفتيني قدامك يا بعدي؟ ريالتي شاطة ولا هبلة؟ ولك لا مو هيك قصدها، يلي بتقصده تميني انك ما بتحبي الوجوه الحزينة وبتحبي المزح، ويلي بيعجبك من الكلام بتسمعي، ويلي ما بيعجبك بترميه على السطح. هو فعلا يا جماعة انا بموت بالعبارة اللي فيها نكتة وبيجي لأنفلق شقفتين من القصص المعدة. بصراحة أنا هيك ربيت وطال على جدي بحب الضحك والتنكيد، لأنه جدي الله يرحمه كان روح قلبه يضحك الناس، وإذا ما ضحكوا يطلع لهم بلا الباس، وأنا طالعت له بهالشغلة. قالوا الشغلة؟ بإنه ضحك الناس وخليهم مبسوطين، وإذا ما ضحكوا بدهلوا وشي يا بالشحار يا بالطين. إيه والله يا نفيسة انتي مشهورة بخفة الدم، يعني اذا قلتي يا جمال البوبعة ما بتخلي على القلب هم. يا جمال البوبعة.
ولك ليكون عم تضحكوا على عقلاتي، وبيني وبينكم خايفة تكونوا مستثقلين دماتي. أعوذ بالله، شو عم تحكي انتي؟ ليكي نحن وين وانتي وين صرتي؟ لا مو شي تيك، بس احيانا راوي النكت بظن انه جلسته مهضومه وكانه مونولوجيست، والقطه الطرشه مشفه مشرومه ما بتهرب مهما قلتي لبست. انتي مو هيك بنوب؟ سبحان الذي خلقك ما احلاكي، كلامك نسمه بعز الشوب، وما بنسوى قشره بصله بلاكي. حتى ترفق ساعدي فطواكي. شايفه ما خف دم؟ شايفه ولو كان عندي مسواك اسنان كنت عرتك مسواكي. انه منين بتجيبي هالكلام يا مخلوقه؟ بصي عليك توصاي، يا من الحريقه يا من السويقه. فظاعه عليك يا نفيسه، شو سريعه البديهه، مو مثل بنت عمك نزيهه. لك هديك من الا مرحبا بتضل سنه عم تدور على الكلمه وما بتلاقيها. ايه بس شوفوا يا جماعه، انا احيانا بحكي النكته وبشطح وبحس بحالي طرطوعه، ومهما حاولت اخذ بين الراكزين مطرح رح ضل بعينهم مصروعه. يي حاشاكي يا نفيسه، إيه انت كل نكتك مسموعه. طيب شو رايك تحكي لنا يا نفوسه نكته مدروسه؟ على عيني يا نور عيني. قال في واحد بعد ما رجع من الحج وبعد السلام والتحيه قال لهم لرفقاته، يا جماعه اذا واحدكم نوي الحج بنصحه يروح على السعوديه. وقال كان في واحد بالحج واقف بين النسوان وهن طالعين لعرفات، قامت اجت مره وقالت له، ليش واقف بين النسوان؟ استحي على حالك وروح واقف مع الرجال. قام قال لها، شو بكي يا اختي؟ انا عم حج عن مرتي. بدك الصراحه يا نفوسه؟ هاتي لشوف يا عروسه. والله اني سامعه هالنكته، بس للاسف سامعتها من جوزي محسن، ولما رواها اجتني العبسه، بس منك طالعه بتجنن. ليش بلا مؤاخذه، جوزك ثقيل ولا انت حاسه دمه ثقيل؟ مو مساله ثقيل، بس جوزي ما بيفهم بالنكت، ولما بيسمع شي نكته بتلاقيه سكت، يعني لا في عنده رد فعل ولا عنده تعبير، ولا بيبان على صحنته اي تاثير. واللي رواله النكتة يا حرام بيخجل وبحس حاله صغير. لا وفوق هالشي وشه مثل العدس، سواء ضحك ولا عبس، بعكسي بالضبط، أنا بحب المرح والكركرة وهو بحب الجد والسيطرة، وإذا حاولت ضحكه بشي نهفة شو بيقول لي؟ شو هاد؟ احترمي حالك، حاجة مسخرة. شو هذا يا؟ والله الشي بيقصر العمر. طبعاً، لأنه ما بيعينك على هم الدهر إلا التفاؤل والابتسام. ولا تنسوا أن العمر فشخة بين الحياة والقبر، واللي بتجاهل هالشي رح ينضام. مظبوط، هذا هو الحكي التمام. إيه بس هلأ جوزي تغير عن أول، تغير 180 درجة، وزمان أول تحول وأخلاقه صايرة فرجة، هلأ صار بيضحك بأمري وبيعبس بأمري، ويا من ترى عم يقلي لكريتك تطلعي على قبري. وأكتر شي بيخاف منه إني أطلب الطلاق شي يوم ودفعه متأخر مهري. وشلون هيك غيرتي؟ شوفي تميني، أنا صحيح مالي رزينة ولا لي وقورة ولا لي رصينة، بس أنا قوية كتير، وما حدا بيقدر يأكل بعقلي حلاوة وطحينة، وإذا حطيت ببالي شغلة لازم ساويها، وخاصة إذا كنت مظلومة، وصدقونيها بقلب عاليها واطيها، ويمكن غير حكومة. ايه لطيف تلطف، بلش الهوى يهب وينسف. اصبح فهمينا يا مكرم شو قصتك مع جوزك، وخلينا ندخل بالجد، واذا حبيتي تفهمينا خلينا نفهم ونحط لها الانقلة حد. انا ما عندي مانع، بس خايفة نفوسة تمانع. ليش مين انا بالحارة حتى خالفكن انتو التنتين، انتو الاكترية والكثرة، واذا بدكن تحكوا عن الرجال النية عندي متوفرة. لكن خلونا بالموضوع ندخل وننخل هالرجال بالمنخول. أنا أحب على قلبي لأنه انطباعي عن رجال سلبي، وإذا شفتوني عم بجدبها وانجلق جلق فهذا كله قهر من رجال وفشة خلق. أصبح خلينا نحلي ريقنا قبل ما نباشر حديثنا. يا نايفة. نعم ستي. هاتي زبدية القطر وكم قطايفة. حاضر ستي. بس والله يا جماعة خايفة اقبل قلبكم بقصصي.
ليش فكرك وحدك رح تفتحي إذاعة وتفضحي بهالرجال وتجرحي؟ كل وحدة منا قلبها منفوخ شكل، لأنه رجال ما بينعطوش بالفعل. أصبح خليني بلش بقصتي، بركي إذا حكيتها بتروح غصتي. هاتي لشوف يا مكرم، حاكم ما في مرة من شر الرجال بتسلم. هذا يا جماعة جوزوني أهلي لواحد غني، وقالوا لي هالرجال محترم وكريم وطبعه هني. وقديش بيطلع عمره؟ أكبر مني بكتير، بس قلت لحالي بقصة الجواز كل شي بصير. غضيت النظر عن عمره بدفتر العائلة وقلت يلا بسيطة، ما له بغطي. ما وقفت كتير عند هالمشكلة، خاصة إنه ابن ناس، يعني ما له زطي. شو بدك تعملي؟ هذا نصيبك، ومهما هربتي منه بده يصيبك. المهم اتجوزت ودخل علي، وأنا مالي عرفاني راسي من رجلي، خاصة إني لساتني فتاة يعني مقبلة على الحياة، وبدي مين يدللني وعلى كفوف الراحات يحملني. ورغم هالشي عملت جوزي محبوبي وقلت لازم أسعده، والله يغفر ذنوبي، بعد ربي رح أعبده. إيه طبعاً هيك بنت الأصول بتعمل. معلشي نفوسي خليني كمل. لا تأخذيني ولي علي، قطعت كلامك اخص علي. لا وشو قال لي جوزي محسين؟ الفرس السريعة والدار الوسيعة والمرأة المطيعة زيادة بالعمر، وأنا من جذبتي صدقته يا حسرتي، ويلي من نمرتي رح تموت قهر. ليش شو مرضه وشو علته؟ الزلمة بده يعملها بغلته. مظبوط، هو بالأول كان يحب السيطرة علي بالكلام والأوامر، بس بعد مدة بطلته هالعادة وبطل يجائر. أصبح أكيد طبعه غليظ. الرجال كلهم هيك يا حفيظ. لا مو غليظ، بس العلة الكبيرة يلي عنده إنه بخيل، وبالبخل ما حدا قده. والأغنية البخلة لا تآغزوني، مثل الحمير بشيلوا ذهب على ظهرهم وبياكلوا شعير. طيب أنت ليش أخدتي يا حيواني؟ صدقيني ما كنت عرفاني، لأنه كل شيء إذا شفتيه بتعرفيه بالنظر، بس ما بتعرفي شوفي بقلب الجوزة إلا لتفلقيها بالحجر. إيه والله والله، لو النعجة ولدت وجابت بطة، والضبع صار قائد شرطة، والثعلب سلموه ناظر محطة، عمره البخيل ما بداوي إصبع مجروحة لقطة. لا وفوق كل هالشي أنا درويشة يا جماعة، مالي متطلبات ومالي طماعة، هيك ربيت ببيت أهلي عالفقر والتواضع والقلة. والفلاح يلي بينزل على المدينة ما بيشتهي غير دبس وطحينة. والله يا مكرم أنا رح أقول كلمتين من غير عباية، إن حبك فهميهم وإن ما حبك اعتبريهم تسلاي. ولو كلامك جواهر، تفضلي نفوسة. ولك الكريم إذا خسر ليرة الله بيبعث له عواضة، وإذا صدق ومرق بباب جهنم بيصقوا عرق سوسو ليموناضة. الخلاصة لما بلش جوزي يدقق معي على الأساسيات ويحرمني بدون وعي من الضروريات، ولما شعرت إنه ما عندي تدبير ومو طالع شي بإيدي، قررت بعد التفكير إني استعمل كيدي. إيه طبعاً الحق معك، لأنه المرأة بالكيد مشهورة وما بتستعمله إلا عند الضرورة. يسلم تمك يا تميني، وبلشت اشتغل بالزلمة من تحت لتحت، بالقومة وبالقعدة وحتى ونحن بالتخت. برافو عليك يا مكرم، لأنه ما في ظالم إلا رب العالمين يبليه بأظلم. وأنا كنت هالأظلم والله أعلم. شوفوا معي يا نور عيوني، وبتمنى بعد هالقصة تنصفوني. هلأ الشراب هذي اللي عم بشربه نقوع ولا أمردين؟ شلون ما بدك أحسبه؟ فعلاً إنهم طيبين. صحة على قلبك. شوفي مكرم، ليش ما عم تعطيني وش؟ وليش عم تطلعي فيه بنظرة غش؟ في شي زعجك كرومتي؟ أصلاً أنت مو شاطر إلا بصف الحكي، كرومتي وبطيختي، قال يعني عم يدلعني. طيب ما بدي أفهم ليش زعلانة مني؟ قال يعني ما بتعرف. لا والله ما بعرف. غشم حالك لقلك، ريتك تسلم لأهلك. وليشك عم تتمسخري وعم تحاكيني مثل الأوباش؟ لأنه الأمر عندي جوهري وأنت دايرها طماش. شو مبين القصة جدية وزعلانة مني تمام؟ يعني إذا ما زعلت منك من مين بدي إزعل؟ من جارنا أبو هشام؟ إيه ما عاش الزعل يا كرومة، أنا أكره علي شوفك مهمومة. ليلي بقى ليش زعلانة وأنا علي صالحك بأكلة مبرومة؟ هلأ عن جد ما بتعرف ولا شايفني عم أخرف؟
لا ولو شو عم تخرفي؟ محشومة يا كرومة. هاتي لشوف سمعيني، وإلك علي يلبيكي على الفور يا ضي عيني. أنا كم مرة صرت قايلت لك بدي سوارة؟ أيوة هلا فهمت عليكي. طيب أنت استني شوي وعن قريب بلبيكي. يعني ضروري بيت استخارة حتى أخذ الجواب؟ إيه والله النسوان بيطلبوا من جوازهم سيارة وبعد ساعة بتصير على الباب. بس آخ يا حسرة، ما لي قيمة عندك ولا بيهمك أمري ولا سعادتي، كأني أنا واقفة ضدك أو بدي أحل عليك سألتي. والله الحق معك يا كرومة، بس بصراحة ما معي سيولة، والتاجر مثل ما بتعرفي له ديون وسندات وعمولة، وهالشي كله ما بيجي بها سهولة. يعني الواحد بده يطول باله وينطر، وحتى يلم مصاريه وأرباحه لازم يصبر. يعني شغلة صارت معروفة، وحالتي هلأ مثل النعجة المنتوفة، هيك قلك يعني؟ محسن، مشان الله لا تجنني ولا تفوتني ببواب لخم، غيري مو أحسن مني، وحلي احفظ الفيلم. ليكو جوزة لأم حسني حقق لها كل الحلم، وجاب لها حلق ذهب وسواري بني عم تتباهى فيه بين الزلم. شو يعني أنا عم أكذب عليكي؟ اي والله لو بإمكاني لجيب لك خلخال لرجليكي. مو مسألة عم تكذب، بس أنت لما بيكون معك 70 ذهبة بتقلي شحدت. بجوز، بس هلأ هالعصا سبب الدين وقلعن من كل العصات، والديانة بينقسموا قسمين، نص أوادم ونص. هلأ لا تقعد تحكي بلا طعمة، حفظنا هالديباجة. بعدين أنت مالك متجوز حرمة، يمكن مفكر رجاجة. من هلأ ورايح ما رح أحكي ولا كلمة وما رح أكتر سماجة. مكرم لك مكرم، شبكي وين رحتي؟ هلأ أنت ليش فيكي هالطبع؟ بعلمي أنت حمامة بيضة، بعلمي صرتي طبع. أنا بدي أفهم شغلة واحدة بس، أنت ليش تجوزتني؟ شو ليش؟ لأني بحبك. ويلي بحب التاني بهينه ولا العاشق بدلل محبينه؟ صدقيني يا مكرم ما في شي بيغلى عليكي، بالعكس أنا مستعد حط ثروتي كلها بين إيديكي، بس السوق دائر والله أعلم، وما في بالصندوق صدقيني ولا درهم. هلأ ليش عم تنبحت هالبحت؟ شفناك فوق وشفناك تحت، على العلك المصدي بتصرف بالكبيري، اما اذا طلبت منك غرض يا تعتيري. هلا روقينا يا حلوه يا اصيله، وما في داعي للكركبه. ليش؟ خايف صدك هالليله اذا اجيت على الاوضه سلحبه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لك انت شو صار لك؟ عم اقول لك ما معي مصاري. ما معي. يعني هالكلام مقبول منك لو انك فقير، بس يلي مو معقول انك تصير على الحصير. ولك يا مخلوقة حق لحمة بكرة ما معي، وانت لسه بتاخدي وبتعطي معي. صحيح انا عندي املاك واطيان وبساتين ودكاكين اشكال والوان، بس الحيطان ما بتتاكل والتراب ما بينسف والعالم ما بتتشاكل ونازلة بمصرية هف. يعني الي بقلب العالم دين اكتر من مليونين، بقى لما بيجوني يا ببو عيوني رح اشتري لك بدل السوارة سوارتين، وبدل المبرومة مبرومتين، وإذا بدك زيادة خير رح اهديكي سوليتير، وبالسيارة موبايل، وبالشارع سلولير. لو مالي سمعاني هالكلام من قبل كنت صدقتك ورقت، بس يا ما زابلني زبل حتى تكسب الوقت. هلأ قلي صحيح، انت لساتك بتحبني؟ شوفوا على الحكي اللي بيطالع الخلق، ولك أنا بحبك أكتر من كل هالخلق. هاتي إيدك حطيه على هالقلب يلي عم يخفق خفق حتى تحسي بالأمانة والصدق. هلأ قلبي طبيعي، وبمجرد ما تغازليني بعيونك بيطرق قلبي طرق. طيب وينك؟ أنا هلأ صدقتك، يعني مو معقول تكذب علي، وباعتباري مرتك رح أخلصك من هالبلية. أنو بلية؟ شو قصدك؟ رح خفف عنك الحملة وما رح أعمل لك سئلة. كمان ما فهمت. أنا هلأ رح أعذرك لأنه حق السوارة غالي، بس من حقي أنذرك إذا طنشت لي على التالي. وشو هو التالي بقى؟ بدي منك شحاطة لأني عم بستحي بالقديمة، بقى ممكن تفرحني؟ ولما عم بدعس حافي على البلاطة عم خاف تفوت برجلي إزازة وتجرحني. ما فهمت عليكي، شو بدك؟ عم قلك بدي شحاطة تلتبس لأنه على أرض الديار وإنت حافي ما بيندعس. يعني بدك شحاطة؟ إيه،
لأني شفت بالسوق شحاطة حلوة إلى عقدة وشريطة، فقلت أكيد جوزي رح يزوق وما رح يعمل لي مشان عيطة. أما شو شحاطة يا محسن، رخيصة وكويسة ولونها رمادي. بقى بترجاك إذا ممكن تهديني إياها بكرة لأنه يوم ميلادي. اهديكي شحاطة؟ إذا بتحسن. ما معي فراطة. إذا ممكن. إيه حاجة نياطة؟ ولك عم أقول لك شحاطة شحاطة، لا تنورة ولا خراطة، لا عم أقول لك جيب لي فستان ولا عم أقول لك أيسني عند الخياطة. والله ما معي فراطة. ولك يخرب بيت قلبك، حق الشحاطة ما معك، قريته يسلم لي اللي اخترعك. ولك شو بتريديني أنت التانية؟ انزل واشحت بالطرقات؟ تضرب هالدنيا الفانية إذا شحاطة بدها تزلني بهالحياة. هلأ ما معك حق الشحاطة ربع مجيدي؟ لك لا تفضحيني يا مكرم، صفيت على الحديدي. قريتها تضرب هالعيشة. ولك أنا اللي بدي إياه منك تضلي معي درويشة. ورصاصي فك حنك وفك. لا شك إنه هالزلمة دنيي النفس لا شك. لك شو عم تحكي يا نفيسة؟ المخلوقة لساتها على عصمته، يعني قد ما كانت عيشتها تعيسة على جبينها طابع بصمته. لا تأخذيني مشان الغوالي، أنا أخطأت منك السماح، بس أنا لما بتضايق بسب حالي حتى نفسيتي ترتاح. إيه ولا على بالك، مو الحق على اللي بسب، الحق على اللي بخلي الناس تسبه. ومهما حاولت أشعر جوزي محسن بالذنب، عمره هالإنسان ما اعترف بذنبه. لا وهلأ شو يا حزرك، بيكونوا قاعدين بهالبستان وعم يجيبوا معدلنا. ايه الحكي ببلاش وبيستاهلوا شو ما قلنا. لا وشو بقول لحالي، في رجال جوابه من تمه وهو الآمر الناهي، وفي رجال جوابه من جزدانه وكمه وبفلوسه بيدفع عنه كل الدواهي. ايه بس جوزي محسن إيه لا من تمه ولا من كمه. يقبر أمه إلهي. هو هيك بيصير فينا، منجي لنستند على النخلة ونرتاح عليها بتوقع فوقنا على غفلة هي واللي فيها. المهم هلأ كملينا هالمسلسل الأسطوري، حاكم قصة هالزلمة راح تطالعني عن طوري. وبلا طول سيرة يا حبيباتي، مرة من المرات قررت خوض المعمعة واتخلص من هالبلية، يعني ما بدي ضل مثل الضفدعة يلي عم تتملص من تم الحية. ايه شو عملتي؟ بصراحة مرة كان زابلني وزابلته من الفوتي على قوت النوم حارمته، وهو عم يحوص بأرض الديار لا كأنه جوزي ولا كأني مرته، وعم ينفخ كل نفخة ايه بتطبخ حلي على الموقد. بصراحة يعني كان يومتها مستفقد. استكتر علي الشحاطة قال شو؟ ما معه فراطة، لكن هاي المصاري شو؟ دخيلكم يا ناس الحقوني رح اموت. اخ يا بطني اخ يا بطني الحقوني يا ناس اخ يا معدتي اخ يا بطني. خير يا كرمتي خير، شو بكي؟ ما بعرف يا محسن، حاسه شي مثل السكين عم يهريني، معدتي هري. سلامتك حبيبتي سلامتك، من امتى حسيتي بهالشي؟ هلا هلا لحظه جيت حتى اتسطح ونام واتغطى بالحرام. ما احس الا بمغص رهيب عم يقطع معدتي تقطيع. لا حول ولا قوه الا بالله، لا تكوني اخذه برد. قريته ينتعل القرد، انا بعرف شو اخذه. لا تكوني مخبصه بالاكل. ما بعرف شي انا، اللي بعرفه اني ما عدت اقدر اتحمل الالم بنوب. طيب حبيبتي ولا يهمك، اتسطحي شوي على بين ما اغلي لك كاسه قرفه. ولك هلا وقت القرفه؟ ليش شو فايت تساوي انت بالغرفه؟ لك احسن شي اغلي لك يا بابونج يا نعنع، لانه وجع البطن ما بيخضع الا بالنعنع. ما بعرف شي انا، يلي بعرفه انه معدتي عم تقلب قلب. يلا يلا لحظه بكون النعنع جاهز.
ما يمغصني. يا بطني شو هالوجع. حبيبتي لا يهمك شيء، انت خدي شفه من هالنعناع وبعد ما تشربي ما في شيء عندك رح يوجع. ولا يهمك حبيبتي، شربي شربي. تركني محسن مشان الله، مالي لاقياني حالي ومن الوجع مالي شايفتك قبالي. انت اشربي شوي لانه الوجع ذبحك يا خطي. بخاف اشرب تلعي نفسي. على كل ميرسي لك يا محسن، ميرسي. العفو هذا واجبي، اشربي شفك الرومتي. يلا حبيبتي. ايوه برافو عليكي. دخيلكم يا عالم، الله لا يدوقكم يلي عم دوقوا، رح استر من الالم يا محسن. طيب كملي كاس النعناع. ما بحسن. كمليها يا مكرم، اسمي غليتها وغليتها، ويمكن الطيبي لانه بايدي ساويتها. يلا لشوف حبيبتي يلا. ولك انا ما بحب النعناع، بحس حالي كاني عم بشرب زيت خروع. برافو عليكي، منيح يلي صفيتيها بالنقطة، وهلأ بعد شوي رح ترتاحي من الورطة. يا ناس، معدتي يا عالم، نكبطي يا أمي. هلأ بياخد النعناع مفعوله، لا تهتمي. طيب أنا لحد هلأ ما فهمت، شو في ورا هالقصة؟ وليش تظاهرتي بالمغصة؟ اتركيها تعمل تكتيك، لأنه براسها في موال، واللي بيحاول يأذيك بده يخسر ما في مجال. المهم يا جماعة، صحيح نحن نسوان بملايا وغضين وبضين وطرايا، بس ضعفنا هاد بخلينا قوايا. هيك انت استعملي سلاح الدموع، يعني بكم دمعة سخنة بينتهي الموضوع. لا تخافي استعملته، بس بعد مدي اهملته، لانه جوزي عنده جناب مثل الطناب. الملخص، بعد ما شربت النعنع رجعت بقوة اتوجع، وهو صار ينط محتار من هون لهون مثل الضفدع، واحتار بأمري أكبر حيرة، والمسكين افتكر الشغلة صغيرة، قامت طلعت مصيبة كبيرة. قولي يا بطني، قولي يا بطني، قولي. يا بطني والله لو شربانة سموا هيك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، طولي بالك يا كرومة وحاجة نطي، بخافة من القعدة والقومة، يزداد عليك الوجع وتعملين لنا شي فنطي. هلا أنت مستحي العياطي؟ فعلاً إنك إرباطي. يا ممتي، حزمعتي صارت مثل المنفاخ. شو أعمل يا نور عيني؟ مشان الله رشديني، لأنه الحقيقة تربطت إيدي وحاسس بوجعك. ولي علي؟ ما بعرف، هذا شغلك مو شغلي، بس إن متت لا تجيب معدلي. ما في غير إني دق على الجيران بركي بيساعدونا شوي. ما رح أتأخر حبيبتي، ديري بالك على حالك شوي. جاركم محسن خوخة. شو بدك عم تدق مثل المجانين؟ اجوا فكرنا ساكنين بساتين. افتحي ان شاء الله يا جارة، ولا تخليني عيط بالحارة، الامر ضروري كثير. يلا يلا نازلة، طيرت النوم من عيوني. لا ومحال شي عم يحرقوني. مرحبا جارتنا رويدة. ولك يا عمي شو هيدا؟ حدا بيدق بهالوقت على الناس؟ والله اذا شافوك ليك مشوك الحراس. لا تأخذيني تقبريني، بس مرتي مكرم صايبتها نوبة أولنج والله أعلم. يا أما أكلة أكلة بوزة وفوقها بطيخة، ومشان هيك ما عم يهدى صريخة. لي على قامتي يا حق، ليكون دف فيها الطلق. لك أنا طلق يا ست رويدة، ليش مرتي حبلة بالأول؟ أصبح استنى شوي علي لروح فهم جوزي شو حكايتي. حاكم إذا شافني طالعة على الهسي بنص الليل بيعمل لي فانتي ماله مثيل. لحظة بس لا تروح، منيح حلوة اطلع من باب وفوت من باب مثل اللصوص. بس عجلي دخيلك، مكرم بالبيت لحاله عم تحوس وتلوز. تفضل جار. حاكم اكبر عار، الجار يطنش الجار، والجار جار لو جار، والحمار لو لك عجلي. هلا وقت الحكم والاشعار. ما عاد اقدر اتحمل هاولي يا زلمه. يا بطني. ليش مرتك عم تصرخ مجلوقة جنون؟ خليها تصرخ مو بإيدها، بركي صراخ بفيدها. إيه بس الجيران نايمين مو حلوة الصراخ، بعدين مو كل فهمانين شو يعني الإخ والأخ. يا بطني يا بطني.
يا كرام قريته هالوش ما يعدم. اخ يا رويدا اخ، ما هدي بطني لا بالنعنع ولا بالصراخ. اصبح وينك محسن؟ من بكره اذا بتحسن بتروح لعند العطار ابو مختار وبتقول له بعتتني رويدا يلي اختها هويدا اللي اصلا من صيدا ويلي هلا ما اختلفنا، خلصيني وللنتيجه وصليني. وصف له حاله مرتك وبوصفاته ان شاء الله بالطيب. لا تشوف كسمه مهرتك، ابو مختار احسن من اكبر طبيب. طيب وهلا بتضل هيك لوش الصباح؟ اخ يا رويدا اخ، الوجع دابحني دبح. اخ هلا بغلي لها نعنع. اخ ما بدي نعنع يا رويدا، الشغله مو شغله نعنع، اوجاعي رح بزيدها وكتر النعنع ما بينفع. اصبح طلع لبرا يا محسن حتى ما سد له بطنه، معي دهن زيت النارنج جايبته من كفر بطنه. اخ يا رويدا تسطحي يا روحي تسطحي، وعلى هالتخت تلقحي، كشفي لي عن بطنك شوي وما في داعي تستحي. وضلت هالجارة تفرك وتمعك وتمعك وتفرك وما عطتني بهالزيت، وإذا حركت تترجاني ما أحرك وأنا وياها بالبيت. ومحسن قاعد على باب الغرفة مثل الكلب الأمين، والمسكين كل نتفة ونتفة يدق الباب وتقول له الجارة مين؟ وإنتي لساتك مريضة، القريضة تقرضك قريضة. معلوم بدها تضل مريضة لأنه كاد النسوان فريضة. الحاصله تاني يوم راح محسن لعند العطار يلي اسمه أبو مختار، هو مستعجب ومحتار من هالوجع يلي ماله دبار. صباح الخير ابو مختار. صباح الخيرات والليرات، نهارك مبارك بالصلاه على النبي. الله يبارك فيك. انا محسن جار لست رويدا يلي اختها هويدا ويلي اصلا من صيدا يلي بيقولوا شو هيدا. اقولك شو بدك بهالعلاك، مو انت محسن خوخه؟ مبلا انا. ليش هيك عم تلعبني بالدويخه؟ فكرتك ما بتعرفني. شلون ما بعرفك؟ اي والله لولا العيب والحياة لأصرفك. ولك مو انت بنفسك اجيتني السنة الماضية لألك درسك؟ ايه صحيح العتب على الذاكرة. المهم ابو مختار، مرتي بالبيت بطن عم يمغصى، يمكن معها اولنج ولا فادة لا نعنع ولا مليسة ولا دهن النارنج. والوجع خفيف ولا قوي؟ اصواته طالعة يا لطيف وبالحارة عم تدوي دوي. عم قلك ما انا يمتنا مبارح وعم تنط وما عم تحط. تسلم لي ان شاء الله. شو فالح هي بدها لسان القط. شو هاد؟ هلا راح اعطيك دواء مركب تركيبه ايدي وخليها تشرب منه وبعدها اشوف حالتها يا سيدي. وللمعلومه هذا دواء مثل السحر، بيشفي العليل والمرضان ونص العطارين باخذهم انا على البحر وكل واحد منهم بيرجع عطشان. ومن ايش هالدواء مؤلف؟ حاكم ما بقدر اعطي مرتي شو ما كان، لا وبخاف ما يناسبها وتضعف ويرجع الوجع اكثر مما كان. ايه شو شايفني قدامك خرفان حتى ما اعرف دواء المعده؟ قسما بالله بداوي المرضان بدون ما اشوفه وانا نايم على المخده. من ايش مؤلف يعني؟ شو جاي تفحصني انت؟ على كل رح اطبق الوصفه قدامك. شوف يا سيدي، هذا اسمه ادن التيس. نعم. وهذا اسمه قطة الحمار، وهي دهن الخيار. نخلطهم مع بعضهم بيصيروا غير النجار، ومهمتهم يكيسوا وبر المصران تكييس ويليسوا جدران المعدة تلييس. هذا يا سيدي اسمه ادن الفيل ضد التوجع والعويل، وهالقضيب هاد يلي أفايي هذا القضيب اسمه حافر الجحش، ما في منه لنفخة الكرش. وهالشرش هاد اسمه مكنسة الزبال، منخلطه مع زهرة القريضة بتلحس منه المريضة بتتعافى بالحال. يعني كم دواء بدك تعطيني؟ أنا رح أعمل لك ياهن دواء واحد ورح أدقن مع بعضهن أحسن ما توهم المريضة من كثر الأدوية وترميهن بأرضهن. بس عجل عميل معروف، مرتي من وجعها بعيونها ما عم تشوف. أخي إذا بدك تعجلني ما بعود بعرف بشتغل. حاكم إذا خربطت بشي عيار غصبا عني حتما وقتها بدي انسأل. يا سيدي خود راحتك وأكثر من الراحة، حاكم أنت مركن كتير هيك اللاحة. يا ضاري بين الوداع هو الوداع، قال إيه
خصام حبيبي دلع ولا خصام لي يا ضريبي الوداع والوداع الايه خصام حبيبي دلع ولا خصام ايه اطمن يا كرومي جبت لك الدواء يلي هو بتدهني منه على بطنك يا منظومة بتطيب المعدة والمصران والكلوة وهي أنينة شراب وهي صفوف بلحظة بينتهي العذاب بعد ما تلفي بطنك بالصوف حاسة نهايتي قربت يا محسن شو هالحكي الفاضي يا مكرم سلامة قلبك إن شاء الله النهاية ما حدا فيها بيعلم غير يلي اسمه الله وهلأ بدك تشربي من هالدواء كم معلقة هذا الشراب مخلوط جديد وبعدها بتطيبي عن حقها وبتصيري مثل الحديد الله يجعله ألف صحة يا أميرة الأميرات أصبح رح أطلع أنا مشان تدهنلك بطنك بالزيتات إن شاء الله يكون فيهن الفائدة لأنه بصراحة خايفة يكون معي الزايدة اسمعي يا رويدة شو عم تقول أنت سمي بالرحمن والوجع رح يزول محسن يمكن دفعت حق الدواء غالي مو هيك وأنت يا حرام ما معك معك مو بإيدي غصب عني يا تميني لأنه جوزي يفكرني على نياتي ومسكيني بس أنا براسي هدف ويلي بيمسك العرق يوصل للتينة ولك يضربوا هيك رجال يضربوا والعيش معهم ما أكربوا والله معك حق يا نفيسة لأنه في رجال لا طنجرتهم بتغلي ولا مقلايتهم بتقلي وفوق كل هاد بيقولوا لك كلي حبيبتي كلي وتسلي مظبوط عم تحكي أنا أكره ما علي الرجال البخلة يلي بيفوتوا على البيت مثل الطاووس وصباطهم عم يزقزق وما في بمطبخهم قطرميز مكدوس ولا طنجرة بتبقبق انه ما بدي افهم على شو هالزنق لك الهي روح وخنق المهم هلا يا مكرم هالمقلب اللي عملتيه بجوزك حلو كتير فلا تقطعي فينا الحبل بنص البيت المهم يا حبيباتي المثل بيقلك ان ضربت وجع وان طعمت شبع وباعتبار جوزي محسن لا عم يطعمي ولا عم يشبع ولا عم ينفع ولا عم ينفع فأنا قررت وبدون ما أندم إني أطرب ووجع يا لطيف مأواكي مو بإيدي غصب عني يا تميني لأنه جوزي يفكرني على نياتي ومسكيني بس أنا براسي هدف ويلي بيمسك العرق بيوصل للتينة ولك يضربوا هيك رجال يضربوا والعيش معهم ما أكربوا والله معك حق يا نفيسة لأنه في رجال لا طنجرتهم بتغلي ولا مقلايتهم بتقلي وفوق كل هاد بيقولوا لك كلي حبيبتي كلي وتسلي مظبوط عم تحكي أنا أكره ما علي الرجال البخلة يلي بيفوتوا على البيت مثل الطاووس وصباطهم عم يزقزق وما في بمطبخهم قطرميز مكدوس ولا طنجرة بتبقبق إنه ما بدي أفهم على شو هالزنق لك إلهي روح وخنق المهم هلأ يا مكرم هالمقلب اللي عملتيه بجوزك حلو كتير فلا تقطعي فينا الحبل بنص البير المهم يا حبيباتي المثل بيقلك إن ضربت وجع وإن طعمت شبع وباعتبار جوزي محسن لا عم يطعمي ولا عم يشبع ولا عم ينفع ولا عم ينفع فأنا قررت وبدون ما أندم إني أطرب ووجع اللهم صبرك الأمر أمرك الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه شو قصة هالوجع اللي ما كان يعيف هالمخلوقة يا رويدة ما بتذكر اني شفت هالوجع على إنسان ما عدا عمتي زبيدة بس هديك من كتر ما توجعت اتحملت 5 أيام بعدين ودعت أعوذ بالله فال الله ولا فالك يا رجال شو هالحكي من عند الصبح ما فائت من نومة لسه على قامتي ليش نامت المسكينة طول الليل عم تكابر على نفسها يا الأم كرر يسعد صباحك يا بدر إن شاء الله هلأ طبت ما في أمل مني يا محسن بالظاهر إني انعطبت ترفع راسي مع عم بحسن وصلي على العالم من يوم السبت آخ يا معدتي آخ الشكوى لغير الله مزلة دخيلكم ما عم بتحمل الوجع ارجعي لتختك يا حبيبتي ارجعي ليش عم تاخدي وتعطي معي ما
مليت من التخت بالغرفة وحبيت غير جو وقلت بتسلى نتفق وبشوف شوية ضو. بس يمكن ما في خواص هالدواء مقوى تاني إن شاء الله. هات فرد الرصاص وقوصني انت التاني. لك شو هالحكي هاد؟ سلامة قلبك يا روحي. شايفة الدنيا بعيني سواد وحاسة راح تطلع روحي. محسن تعال. يا بنت يا اللي جت على المصيبة. علمك علمك علمك. ارتاحي حبيبتي ارتاحي. يسلم لي هالوش التفاحي. غطيها من عندك غطيها. يلي مستغربته يا محسن انه وش مرتك ما في صفار. يعني ما شاء الله عليها لون وشها رايق مثل اولاد صغار. وشو دخل وشها انت التانية؟ معدتها هي المعلولة. قال بوشها ما في صفار. ايش شو شايفتيها مسلولة؟ فعلا حاسس اني مربط. وبرأيي عم اتخبط. محسين تعال اقول لك شو. شوف يا محسن، قال في طبيب باكستاني جنب حمام الايشاني شاطر كتير بالحكمه وبيعرف وجع المريض لو دخل عليه بالعتبه، ومجرد ما يدس المفصل الشفاء بعد هالدس رح يحصل، وكل ادويته اجنبيه وما بيعترف بالاعشاب الطبيه ولا بالوصفات الشعبيه. ولك شلون بدي اخذ مكرم لعنده؟ المسكينه ما بتحسن تمشي. وليش تاخذها لعنده؟ خليه يجي لهون. وشو اسمه الطبيب؟ الحكيم اقبال. يلا عجل روح جيبه بالحال لانه بعد بكره رايح على الصومال. يا معدتي. انا رايح اجيب لك الطبيب يا مكرم، يمكن يكون الشفاء على ايده والله اعلم. بس هذا اجرته غالي اذا اجى على البيت وانت ما معك. ليش معك؟ مشان هيك رح اكبس على الوجع وقايمه روح معك. ما فيني امشي ولا خطوه، خايفه يزيد عذابي. مشان هيك روح جيب الطبيب لهون بنوبك سوابي. والله يعينك على هالقرشين اللي بدك تدفعهم. يا بطني ولا يهمك انا حاضر وطلباتك عندي اوامر. رايح جيب لك الطبيب قبل ما يسافر. يخرب عقلك يا مكرم، وصلت مواصيلك للطبيب الباكستاني؟ اشو بدي اعمل مع انه ما كان بحسباني. ولك خليه يتلبك خليه يتلبك لانه هالزلمه فعلا ما عاد تحبك. المهم دخل علي الطبيب ومعه اناني وانابيب وبلش يفحصني بالسماعه، وبصراحه خفت منه يا جماعه، لذلك بلشت اشتغل فيه وبديت هرج واتمسخر وامزح كاني عم مثل تمثيليه على المسرح. افتحي تمك تعشوف. ليش بدك تتناوق من تمي على معدتي؟ افتحي تمك بيترجاكي، هاي شغلتي. مدي لسانك لا تنبزي تنبيز هيك عم تلاوقيني. مديها على طول وطاوقيني. بس مو لساني اللي عم يوجعني. مدي لسانك حتى يعرف شوفي بمعدتك ومسرانك. ليش لساني مرايه حتى يعكس شوفي بمعدتي؟ مدي لسانك هلا. اسالي لاشوف. يعني اذا انا سعلت انت بتشوف؟ هلا لا يجننيني لا يجننيني. اسألي لأشوف وخلصيني. بكافي قولي يا 44. ليش؟ مشان اقطيش. قولي يا 44. ليش انت جاي تعلمني الحساب؟ لك قولي يا 44 حتى يشوف صوت صدرك كشن ولا نائم، معيك التهاب ولا لا. 55 55. لك يا حبيبتي يا حبيبتي. لا تقول حبيبتي هلا بيزعل جوزي. ولك يا عيني. لا تدللني اذا بتحسن هلا بيزعل منك محسن. حاضر حاضر قولي 44 مثل ما هي، هيك علموني بالكلية. 44 44 44 44. ماشي هال ماشي هال. اعملي شهيق. شهيق؟ ما بدي يقولي شهيك. اعملي شهيك. انحكي. ايش حكي يعني؟ مثل ما بدك. ولك يا بني آدمي
خدي نفس نفس، ما بيعرفي يا خدي نفس انتي؟ هيك قلي من الاول. اعملي الزفير. لا ينفخي تنفيخ كأنك عم ينفخي تحت طنجرة طبيخ. بالمختصر يعني طلقي نفس طلقي. هيك قول من الأول. هيلو كتير هيلو كتير. أعطيني إيدك. استغفر الله عيب. لك أعطيني إيدك حتى يدسها مو حتى يبوسها. حاضر. ريهتك كوسا. شو تقشيتي مباري؟ قال تعشى وتمشى. ظاهر أنا ما تمشيت. ما عم يقلك إذا كنتي تمشيتي، أنا بيقلك شو تقشيتي. نركض بنركض والعشا خبز. لا حول ولا قوة. أنا شو تغديتا يوميتا؟ قال تغدى وتمدى. ظاهر أنا ما تمديت. ولك يا مخلوعة، أنا ما بيسألك إذا كنتي يمديتي، بيسألك إذا كنتي غديتي. قال تغدى فول وزيت وعارك الحيط. شو انتي ممثلة ولا أخدي مرضك أنجلي؟ انت الطبيب ولازم تعرف. ان شاء الله شغلتك بسيطة وما في دقي للزيطة والزنبليطة. شو مرضي دكتور؟ ما بيعرف ما بيعرف. انا يبدوني انك أبيطة. ليش هذا المرض بوجع المعدة يا طبيب؟ اخ يا معدتي اخ، كأنه حدا عم ينفخها بالمنفاخ. بصراحة وبصراحة الصراحة أنا مهتار بهالتك. مين هالمخلوقة يلي قدامي؟ خالتك؟ لا، جارتي وبنت حارتي. طيب اتفضلي بقى يا هربة، حتى حاكيكي كلمتين بالإتمة مشان ما يسمع. باعتبارك جارتها وبصراحة الطب مهتار قدام حالتها. يعني شو ممكن يكون معها؟ لأنه وجع المعدة من يومين ساطحها. ما بيعرف. أنا أقول بيعرف بيكون كذاب. ما بيعرف. مجهوداتي معها طلعت خايبة وبيجوز ينام ويفيق يلاقي حالة طيبة. طيب تفضل. تفضلي. يعني ما بدك تعطيها دواء؟ امبلا، هاي هابتين تنتين، بياخد واحدة الصبح وواحدة المساء، وكلي جوزها لا يقرب عليها شي يومين وما في داعي يدهوش فيها ويلمسها. شو وينه جوزها؟ مو انت قلت له يضل بالأوضة وما يحضر فحص النسوان؟ امبلا، هيك قعدتنا بباكستان، بس بدي اياه يحاسبني يعطيني السقر يلي بيناسبني. لا تخاف، عطاني مصاري. قديش بدك؟ مثل ما يريدي. هاتي لشوف 40 مجيدي لأيدي. ولي 40 مجيدي؟ أي لك، أنا دارس بكلية باكستان، صارف على حالي ومهترف، مالي متخرج من بستان والكل بشهادتي بيعترف. احكي لك قصة حياتي؟ لا دخيلك، لا ترويها. الله يعطيك العافية إلهي، وإذن ربك يشفيها. ربي اشفيها آمين، وثبت علينا الأكل والدين. طمنيني، قديش أخد؟ قل هو الله أحد، شو طلع معها؟ قولي يا معدتي، قولي قولي يا معدتي، رجع الوجع ألعن من أول وأقوى. عدي. أمنت بالله على هالحالة، ولكن صحيني شو أعمل يا رويدة؟ ما في غير إنك تأخذها عند الشيخ أم سعيد المكبسة، يعني بجوز يكون شي شيطان راكبها أو جنية متلبسة. شو عم تحكي؟ جنية متلبسة؟ إيه، لأنه معدتها محجرة كتير ومتيبسة. حبيبتي ردي علي، بإيش حاسة؟ روح عني، أنت رجال غريب عني، فهمت شو بدك مني؟ أنا مخلوعة موجوعة وأنت مو سائل عني. واحد غيرك كان أخذني لباريز وصرف علي ذهب بريز. آخ آخ يا راسي، انتقل الوجع لراسي يا عالم. ف
فظاعة شو عفريتي، وشلون هيك ما اجتك الضحكة؟ لك ما بتقدر تضحك وتغلط لأنه براسه في مخطط. ومن هون لهون ولما شاف وجعي بلش يزيد أخذني لعند الشيخة المكبسة أم سعيد، ولأنها غالية أخذت منه يلي بتريد. سمعتك وما في داعي للشرح، لأنه صاحب البلية برش على القصة بهار وملح. سطح يا أختي على الفرشة لبين ما جيب العدة من الورشة. أنو عدة؟ وأنو ورشة؟ مرتك في بعقلها هرشة وبالمعدة عندها أوجاع وصحتها الآن على نكشة، وإبليس المجرم طمع. وشو دخل إبليس؟ قال شو دخل إبليس؟ قال إبليس بيحتل الجسد شوي شوي وبالتدريج، لكن باسم الواحد الأحد رح أهبش جسمه تهبيج. جسم مين بدك تهبجي؟ يو جسم إبليس يلي ساكن جسدك. هلأ فوت راسك بهالكيس وبعمل حالي عم بجلدك. يعني هي ما رح تنجلد وما رح تصيبها طرطوشة؟ هلأ لا ترتعب ولا ترتعد ولا تعمل لي طوشة ولوشة، ويكون بعلمك أنا ما بحب اللي بينتقل، بقى أقوم وقف جنب البرطوشة. ليش بدك تتحشي راسي بالكيس؟ معلوم لحتى إبليس بجسمك ما يشوف العصاية، لأنه إبليس لعلمك أكره عليه التربية. أنو عصاية؟ أنا عندي كم قضيب رمان ملجرتهم لهالشغلة، ولما بيشوفهم هالشيطان بيعرف إنه بده يأكل أكله. بس عم تقولي الشيطان الرجيم متغلغل فيها، يعني رح تأكل كم قضيب ويمكن تروح فيها. شو هالحكي؟ ايه بعت لك الهنا الهي بجاه الحبيب، انا بسخى اضربها بالقضيب. لكن شو رح تعملي؟ رح لوح فيه بالهوا فوق جسمك تلويح، بفكر هو اني رح اسلخ جلده بيقوم بصيح، وبعد كم تلويحة بيهرب من جسمك وبيملص، وهو بيطلع من هون والوجع يلي عندك بيخلص. ما بصير بلا الكيس. هيك اصول التكبيس، لازم كيس لك راسك تكيس. هاتي راسك لشوف. إن شاء الله لا تضربيني، اعملي معروف. ولي على بختك، اعتبريني مثل اختك. إن شاء الله يا رويدة، شو هاد اللي مسكته بإيدها؟ اطلع اطلع يا ابليس الكلب اطلع، واجه ام سعيد ان كنك شجاع. اطلع يا ملعون الوالدين، خيب الله قصدك، اطلع قبل ما ألعن ابوك على جدك. شو بك ام سعيد؟ طلع طلع والحمد لله، طلع مثل المزلول. يخرب بيته شو قرد، كان ناوي يسكنها على طول. يعني هلا ما عاد تتوجع؟ يمولي هالكيس من وشي. شلون حاسه هلا؟ في وجع شي؟ ما بعرف، يمكن خف شويه. الحمد لله على السلامه يا مكرم. خذها يا محسن، الله يخليها لشبابها، وباجيبها اذا شي وجع صار. الله لا يقدر. شو امرتي ام سعيد؟ 100 مجديه اذا بتريد. 100 مجدية؟ إنن سنتين تسعدي هي هي. تفضلي. وبترجاكي لا تزعلي لأنه عذبناكي. الحقيقة ما كنا منعرف شو بدنا نعمل لولاكي. الله معكم، مع السلامة. يا لطيف يا لطيف، شو انك قادره وقويه. انتي قولي سماويه. لا وبهالتمثيليه عرفت الدجل والزعبره والحكي الفاضي والمسخره، عرفت قصص العطارين والاطباء الدجالين ويلي عاملين حالهم شيخات والمحتالين. هذا كله مر معي لمس اليد وشوف العين. اي والله ما اكون انا بدالك، ما بتحش راسي بالكيس ولو بدي روح معيس. شايفه مأواها؟ الخلاصه رجعت على هالبيت منهنها من الرعبه، وكان الوجع معي حبه ساويته قبه. اخ 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 يا جسمي اخ اخ. شو طلع معها ابو زهدي؟ مع الزايده، لازم انقل على المستشفى فورا. يعني بدها عمليه؟ على الحارق، والا بتخسروا المخلوقه. لتكون مخربط ابو زهدي. شلون بدي خربط يعني؟ لك اذا صار لي حلاق وطبيب ومطهر وحجام اكثر من 40 سنه بيجي شرواك بالخير بيقول لي عم تخربط؟ شايفني ولد صغير قدامك؟ لك انا اذا مو ملعني اكثر من 20,000 درس بحياتي، واذا مو مطهرني اكثر من 10,000 حمامه وفرفوره، واذا مو مكبس لي اكثر. اخي امنا وصدقنا، شو حسابك اذا بتريد؟ 90 مجدية حبيبي. على عيني وراسي. اتفضل اخي.
شريف يعطيك العافية. الله يعافي قلبك. سلام عليكم. مع السلامة يا أخي. يا جسمي، آه يا راسي، آه يا بطني. لك سامعة يا رويدة، المعها الزايدة قال. معناتها لازم ننقلها على المستشفى فورا، بركي انفجرت معها الزايدة على الغفلة. لك شو تنفجر أنت التانية؟ شو تنفجر؟ روحي غيري أوعيكي حتى تساعديني فيها، وعلى بين ما خليها تلبس أوعية. يلا رايحة. أوام فورا. بسرعة خفيها. لا تأخذني تقبرني، عم عزبك معي. كله بيهون، بس أنت ما تتوجعي. يعني أنت بتحبني؟ لك هالشغلة بدها سؤال. قومي 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 غيري أوعيكي مشان أخذك مشوار ضروري. مالك بالعادة؟ أنا مشوار هاد. بصراحة مثل ما قال أبو زهدي على المستشفى. وليش المستشفى بقى كفالة الشر؟ لأنه بدك عملية، أنت معك الزايدة ولازم يفتحوا بطنك حتى يتأكدوا. أنا مع الزايدة؟ لك هلأ قومي بدون ما تنفجر على الغفلة. طيب بس قبل ما أقوم بدي أسألك. لك تفضلي بس عجلي مشان الله عجلي. قديش صرت دافع مصاري على صحتي؟ 300 مجيدي. لكن حاجتك لهون بكفي. شلون يعني؟ شو حاجتي لهو؟ لأنه ليكني أنا ها قدامك مثل الحصان ما فيني شي. شو الحكي؟ يعني طبتي؟ مو مسألة طبت، بالأصل ما كان فيني شي. شو أصل وفصل؟ صدقيني ما بفهم عليك شي. يعني أنا ما كان بطني عم يوجعني ولا بعمري عرفت شو هو وجع البطن، بس أنا عملت فيك هيك لحتى تبطل يكون معك مصاري وما تعطيني. يعني أنت هلأ مثل ما ولك شحاطة استكترت علي يا بخيل. شحاطة؟ صدقيني أنا لما أنت الله منعم عليك وعندك مصاري ما بتاكلها النيران، بقى إذا ما تنعمنا فيها نحنا مين بده يتنعم فيها لكان؟ العمى. أنا كنت سهران عليك ومهدود الحيل وما عم نام الليل، وأنت ما فيك البلا مثل قرود الفلا. فعلا ثبت لي إنك بتحبني، لكن عاشق وبخيل ما بيركبوا صدقني. اللهم صل على الرسول الكريم، فعلا إن كيدكن عظيم. آه وهلا؟ ما بعرف شو يعني وهلا. يعني بدي سوارة ذهب وخاتم سوليتير ومبرومتين وشحاطة. بس صدقيني يا مكرم ما معي فراطة. آخ يا بطيان. لا 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 لا، ولا يهمك ولا يهمك، كل شي رح يحضر. ولك ريته يسلم لي هالطول وما أعدم هالمنظر. شاهدنا يا سيدي النسوان ما بينعطوا وش لأنهم أوام بينجلقوا بميعوا ودائما بيفترضوا فيك الكذب والملعنة والغش ومن مجاميعه. وشو حكمتي أنا مع النسوان؟ يلي ما بيطيعك طيعه. والله الحق معك تعمل هيك بالنسوان حتى تخلص من لسانهم الزفير. إيه عليم الله إلهم لسان، لو لحس الصخر بينصهر. لا وإن سلمتهم سرك فضحوك، وان عطيتهم مصروف البيت استسوحوك، وان طلبت الرحم منهم تكوك مثل الخروف وذبحوك. والمشكله انهم بيدوروا على نقطه ضعفك وبينشنوا عليها بالسهم، وعمرهم ما بيوقفوا بصفك. هالشي ما شفته منوب، اللهم بشي فيلم. وان قلت لهم مديون ومعسور بيقولوا لك الكذب على الاحياء ولا على الاموات، وان حسوا انك مقتدر وميسور فورا بمدوا ايدهم وبيقولوا هات. يا جماعه كلامكم ما في جنس الانصاف. يعني ممكن يكون في نسوان هيك، بس انا اللي عرفتهم كلهم صراف. اسمعوا زبون العوافي شو عم يحكي لك. انت يا معروف بضلة وتشتوش، وبس ترجع على البيت راح توقف قدام مرتك مثل الملطوش. سيدي كلامك مو صحيح. وليش بقى هيك؟ لانه النسوان للحياه زينه، بالظاهر واحدكم متجوز ريا والثاني اخذ سكينه. ولك يا معروف ليش هيك طبعك انت؟ خلينا نفش قلبنا، بعدين اذا شفتنا عم نسبهم معناتها نحن منحبهم. هلا بترجاكم تقلبوا لنا هالحديث، لانه بصراحه بلش التخبيص، والشي اللي عم ينحكى بجوز يكون فيه تجني. بس انا هلا رح احكي لكم قصه صارت مع مني.
قصتك مع مرتك؟ اي نعم، وما راح احكي قصتي هيك لمجرد قتل الوقت والمسخره، لا، بس حتى اكد لكم انه النسوان بيحبوا الزعبره، واذا ما لقوا حدا يكيدوه بيتخيلوا من عقلهم اللي بيريدوه. هات لشوف، سمعنا. انا يا خلاني على كبر خطر لي اتجوز وعرس، وما رضيت اتجوز على صغر حتى اكون اخذ خبره ومتمرس. طيب ليش هيك تاخرت بجوازي؟ يعني مو حلوه مرتك تستفقد لك عند العازه؟ اخي باختصار، للتاخير في سبب، وحتى ما تاخذك الافكار ما فيني شي نعطب. كمل اخي راتب، بكمل هذا روح قلبه يانجل. سبب تاخري بالجواز له حكمه، ومثل ما بتعرفوا انا بعد ما تخرجت تعينت قاضي شرعي، والنسوان فايته طالعه لعندي على المحكمه، ابتداء بالكنه وانتهاء بالحمايه، بس لا عينكن تشوف ولا اذنكن تسمع، والكنه عم تسب الحمايه والحمايه عم تسب الكنه، وكل يوم نفس الحكايه، وكل يوم عم اسمع فني. فقلت لحالي لما بدي اتجوز هيك بده يصير فيني وبالوالده، وشيت اني خلي مرتي تهينها الشغله مو وارده لهالسبب بالذات، وحتى انصف الحمايه والكنه واعرف الحق على مين قبل ما اخطب، خطرت ببالي فني ما بتخطر على بال الشياطين. وشو هالفني بقى؟ وباعتباري معقد من قصص الكناين والحموات وخايف تصير هالدعكه بدقني، راسا رحت لعند نجار عربي بالقنوات ورحب فيي الزلمه واستقبلني. السلام عليكم ابو زكي. وعليكم السلام، اهلين وسهلين. نهارك مبارك بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم عليه. كيفك ابو زكي؟ وكيف السوق ماشي معك بهالايام؟ ماشي الحال الحمد لله، السوق لا قوي تشد ايدك. اي سيدي الله كريم. ايه روح الله يرزقنا ويرزقك. ايه ابو زكي اللي بدي منك الخدمه وبتمنى تلبي لي اياها. امرني على عيني وراسي والله. بدي منك تفصل لي هيكل خشبي على شكل انسان، وبالحقيقه هذا هو طلبي، وبدفع لك شو ما كان. لا تأخذني أخي، ما فهمت عليك، شو بدك مني فصل لك؟ هيكل من خشب على شكل إنسان، قاعد على كرسي أو على سحارة أو على طراحة ما بتفرق. وشو الهدف سيد راتب؟ لأنه الطلب بيقرق. أخي أنا عادة بنشر البرغل والقمح على الأسطوح حتى ينشفوا، بس الحمام والعصافير ما عم يخلولي ولا حبة، وكل شي شافوه قدامهم لهفوه، يعني مونتي كلها عم تروح على الطير، فظاعة شلون بيحلالهم مال الغير. لا فهمت عليك، يعني جنابك بدك فزاعة الطيور. يعني في شي من هاد، بس وينك أبو زكي؟ ما بدي تساوي للهيكل ملامح ووش، يعني لا ترسم له لا أنف ولا تم ولا رمش، وأنا ببقى بلبسه على كيفي. ساوي الفزاعة على إيدك، الشغلة ما بدها خبرة نجار، أنا بفيدك. لوحين خشب ودق لهم كم بسمار. لك أخي العرباية ما بيسوقها مين ما كان، لازم يسوقها عربجي، لأنه مو كل مين شحر وشه بينقل له صوب يجي. بسيطة سيد راتب، إذا هي هي القصة. طلبك مقضي إن شاء الله، ورح أسلمك الفزاعة بأقرب فرصة إذا الله راد. كله على التيسير أبو زكي. إي سيدي بستأذن. شو تستأذن؟ عود معي يلا نشرب لنا كاسة شاي قبل ما يقدم. هالمرة عفيني، مرة تانية إن شاء الله، مستعجل وعندي شغل. السلام عليكم. مع السلامة، مهونة. ويا ترى هالطيور زعجينك فعلا؟ نحن ما بننشر البرغل على الاسطوح اصلا. لكان شو بدك بالفزاعة؟ جايكم بالحكي يا جماعة. وبعد كم يوم رحت على النجار، دفعت له مصاري واستلمت الهيكل، وحملته على ظهري بعز النهار وركضت فيه على البيت وانا عم اتشركل. ولما وصلت على البيت طالعته على العلية ولبسته لبس مرا على اساس هالحماية الخشبية هي امي، وهذا اللي جرى، وحطيته جنب الشباك وحملته بايده مسبحة. لك هلا شو اخرة هالعلاك؟ وشو لك في مصلحة؟ خليه كمل يا محسن، ولا تخطف الكباية من راس الماعون، وسمعنا شوية اذا ممكن، لا تقعد تزور مثل هارون. تفضل اخي تفضل. ومن بعد هالتصرف والتدبير بلشت اخطب لحالي، ومعلومكن البنات عم تغلي غلي مثل الدبابير، بس ما كانت وحدة تحلالي، وضليت هيك حتى اجتمعت ببنت حلوة كتير ونويت استر حالي. رح انزل بكره على السوق انا وبنتي تمينه، حاكم بدها صندوق لجهازها من مدينه،
لأنه معلومك بعد بكرة الدخلة ولازم أكون تغرب. خش هي عندها أواعي مالهم علي، بس كلهم صاروا أعراض عليها لأنه الضربانة نحفت على الخطبة، وبعد ما كانت سمنانة صارت لك نحيفة مثل اللعبة. أنا يا مرت عمي ما بفهم بشغلات الجهاز، ولو كانت بصحتها أمي كانت نفعتكم، بس المسكينة على العكاز. صحيح ما سألتك، أمك رح تسكن عندك؟ إيه طبعاً أمي رح تسكن عندي، لأنه هي أصلاً مريضة ومتعودة تاخذ الدواء من إيدي. ولها أوضة خصوصي؟ إيه نعم، مخصص لها أوضة بالعلية فيها مطبخ وحمام ونولية، وروح قلبها تقعد جنب الشباك وعلى تسبيح من على بكرة العشية. شوفوا المسكينة ما لها سئلة بنوم، وما بتحب الطلعة والفوتة، وما بتقدر تحضر عرس ولا موتة، ولو كانت بتحضر عراس كان الأولى تقعد معكم مثل الناس، بس هي بالدنيا زاهدة وعلى صلاة وعبادة طول ما لا قاعدة. روحي يا أمي، إلهي ينفعني من رضاكي لأني ما بسوى بذرة زيتونة لولاكي. يا حرام، طيب ما بتمل من قعدة الشباك؟ قصدي يعني ما بتنزل تتفتل بأرض الديار ولا يوم؟ يا تمينة، أمي شايفة الدنيا علاك وروح قلبها العبادة والصوم والصلاة، وهالشي صار فيها بعد ما توفى الوالد، وصار شعارة من يومها ما في شي بهالدنيا خالد. وشو بتقلي المسكينة؟ ما بدي شي منك يا ابني، خليني عيش بسكينة وانت ومرتك بعدوا عني. يعني باختصار بهالكم يوم ما رح تشوفيها وما رح يشوفها انسان، لانه ماسكة ختمة بايدها وبدها توفيها قبل ما يجي رمضان. روحي يا امي، الهي يعطيكي حسب نيتك ولا يحرمني من الرضا شيتك، ويدخلني الجنة بمعيتك. قولوا آمين. آمين. صباحية مباركة يا عروس، شايفك عم تشطفي، ما حلك لسه. اي والله ما فيني حيل احمل دبوس، والله يسامح يلي حارمتني انسى. يا الله. لوين طالع؟ رايح لعند امي اعطيها دواها وبوس ايدها مثل العاده واطلب رضاها. مو قلت لي كل شيء جاهز عندها، ليش ما بتاخذ دواها لحالها؟ هي بتاخده لو بدها، بس ما بدي تغضب علي وتحمل وبالها. قال بعد الام احفير وطم يا مقصر، والله لا اشرب ميه رجليها، هيك عم فكر. انه ما بتتعب مرت عمي من القعده؟ ما بينكسر ظهرها؟ بيجوز ساندته بالمخده، هي هيك طول عمرها. طيب خليها تنزل لعنا شوي وتتساهل، ولا نحن مو من قيمتها؟ يعني مو حلوه صباحيه دخلتنا تتجاهل، والام بتفرح لابنها ولي على كسرتها. اي بس لا تنسي انه هي عاجزه وما بتقدر تتحرك كتير، يعني اذا بتعطش بتقول والله مالي فازه وشو ما يصير يصير. ايه الله يعافي لك ياها ويشفيها، ولا يأذينا ولا يأذيها. ومرق يوم صباحية العرس وتمينة عم تسايرني، وكل ما بمدح أمي بتنفر وتقريبا بتزورني، وكنت انقل هيك الخشبي بالليل ساعة حطه من هالطرف وساعة من هالطرف. وليش بقى؟ لأني سمعت مرتي عم تقول إيه والله لو بقعد مثل هيك قعدة كان ظهري انقرف، بقى دفعا للشكوك كنت غير القعدة. ساعة خليها تنحني شي تقرفص شي ترتكي على المخدة. وبعد يومين اتنين يا مرحومين الوالدين رجعت الظهر من شغلي، وركضت تمينة تأهلي وتسهلي. تمينة؟ يا تمينة؟ أهلين وسهلين ابن عمي، وين كنت لهلأ؟ طولت. الله يعطيك العافية. الله يعافيكي، كنت بالمدينة. جبت لي معك الكنافة؟ ايه طبعاً جبتها، أنتي طلباتك أوامر، تفضلي. راتب؟ ها؟ شو هذا اللي حامله بيدك تانية؟ هدول؟ راس بعجوة. يسلموا إيديك، مع أني ما بحبها للعجوة. هدول مو إلي، لأمي. قولي الكنافة لقيت أوام، بس العجوة ما لقيت بنوب، وضليت افتل ساعتين بعز الشوب هيك حتى لقيتها. عفوا حبيبتي، يعني الكنافة تتاكل إذا بردت، بس العجوة إذا بردت بتيبس. للحق وصلن لأمي قبل ما يبرد.
مرحبا يا مو. جبت لك قراص بعجوه يا مو. تفضلي. ان شاء الله مجاري الهنا. كمان وحده يا مو، كمان وحده. طيبة كتير. صحة وهنا حبيبتي. شو؟ وين حماتي؟ عطيت الدواء تبع قبل الأكل وعم تتوضى. شلون قضيتي نهاري؟ سكوت يا راتب. اليوم طلعت دقيت الباب على مرت عمي وفتحت لي. فتحت لي؟ ايه فتحت لي. بس أمي نادرة ندر ما تفتح لحدا غيري. فتحت لي وأهلت وسهلت فيني وحبتني كتير. أما شو هالأمي اللي عندك؟ بتسوى تقلة، طيوبة ودرويشة وقلبها من الله. إيه فعلاً هيك أمي، قلبها لله. بس بتعرفي كنت خايف ما تفتح ليك. لا يو فتحت لي. الله يسمعنا الأخبار الطيبة. معقول؟ معقول الحكي؟ مثل ما عم قلك. المهم وحتى ما كتر الشرح والتفصيل بالموضوع، مضى على هالحالة أسبوع ودائماً كنت الابن الأصيل وعم قوم بواجب أمي المريضة المفترضة. بس لما وصلت لهالمواصيل أخذت مرتي دور المعترضة. إن شاء الله صحة يا مو، إن شاء الله صحة. شو عم اعمل يعني؟ عم اعطيها الدواء مثل العاده. بعدين يا تمينه الام الها غضب ورضا ولازم تتدلل. ها يعني المراه ما الها غضب ورضا؟ ما سمعت بهالشيء. يمكن الزوج يكون له رضا وغضب على مرته، بس العكس ما بعتقد اني سمعت بهالشيء لحد هالتاريخ. ليش خير؟ شو اللي زعجك مني؟ يلي زعجتني منك قعداتك الطويله مع امك وهمالك الي. انا قعداتي طويله مع امي؟ لك انا يا دوب عم اقعد معها 5 دقائق بالنهار. بقى هدول اللي زعجوكي واعتبرتيني عم اهملك فيهم؟ اي نعم هدول اللي زعجوني. وليش بقى؟ لاني بدي اقعد راسي لراسك وبس. يا ستي يسلم راسك. لسه كل ما بنقعد لحالنا بتتناوق الخانم وبتعمل لي حالها شارده بملكوت الله وعم تسبح. هس هس يا دمينه لك مو مزبوطه هلا بتسمعك. يا سيدي وتسمعني شو صار يعني؟ خربت الدنيا؟ أنا بعمري ما شفت رجال بيخاف من أمه قدم منك. مو مسألة خوف، بس أنا بحسب الحساب. إيه روح بقى يا بلا حساب بلا بطيخ، قال حساب قال. بعدين تعالي قلي، أمي ما لها سئلة وما عم تتدخل بحياتنا. أنت مين قال لك إنه ما عم تتدخل بحياتنا؟ ليش أنت بتكون معنا بنهار؟ ليش عم تتدخل؟ طبعاً، ما كل يوم تعمل لي فنطي شكل، وأنا ما عم حب أحكي من أكابريتي. ومنشان ما ازعجك لكن ليش انا منرفزه؟ وشو عملت بقى؟ شو عملت؟ عملت العمايل. تفضلي انزلي يا خانم، انزلي وقولي له شو عم تعملي فيني كل يوم. وحاجه بقى تعملي حالك تقيه ودينه. لا واللي بجننك اكثر انه بتعمل حالها ما لها سمعانه، قاعده فوق عم تطلع بمنتهى الاحتقار والازدراء، انه شو هالامم يلي تحت ومنين طلعت لي هالبلعوصه؟ يا تمينة يا تمينة اهدي وفهميني شو عملت لك حتى اعرف اتصرف. شو عملت لي؟ فتحت الشباك الخانم وبلشت تعطيني اوامر على ليش ما شطفتي وليش ما كنستي وليش ما سقيتي الزريعة وليش تأخرتي بالنومة وليش ما عدتي لابني بلا فطور.
مع انه هذا اليوم الوحيد اللي انا ببعتك فيه بلا فطور، بقى شو دخلها فيني هي؟ شو دخلها؟ ايه وشو قلتي لها انت؟ شو بدي اقول لها يعني؟ انا بنت اكابر ودني نظيفه ولساني حلو وما بعرف احكي كلام كبير. قلت لها الله يسامحك يا مرت عمي. قالت لي عم تدبها ان شاء الله، وعم تردي بوشي كمان، وسبتني وسبت اهلي وسبت امي. شو بدي احكي لك لحتى احكي لك؟ قال شو؟ انت خطفتي لي ابني من حضني. قلت لها انا ما خطفت حدا، ابنك كمان خطفني من حضن امي. وهي سمعت لك هالكلمه وما شفت لك اياها الا سناولت حجر وضربتني فيه على راسي، ولولا لطف الله كنت رحت فيها. انا هيك كنت رحت فيها. ضربتك بالحجر؟ ومنلا الحجر بنص الاوضه. منيح اللي ما ضربتك بالمقلاع. هلا لا تتمسخر انت الثاني. طيب انا مالي قعدت لك بهالبيت ولا لحظه بعد هلا، ولا شوف يا انا يا هي بهالبيت، وشوف انت الحل اللي بيريحك. انا مالي فاضي كل شوي والثانيه للاخذ والعطا ودبلان القلب. وهي الحجر رح اخذه معي لحتى يشوفوا اهلي كيف امك الحنونة بتخلص مني. ايه وبعدين؟ وبعدين يا سيدي راحت المخلوقة لعند بيت اهلها فعلا، وحردت ألعن حردة، واشتكت على فصول امي طبعا، وانا لحقتها لهنيك حتى اسعى بالردة. عم قلك يا امي المخلوقة مشرانية كتير، والله والله لو كان في عندها بير كانت دفشتني على البير. لا وفوق كل هالشي شلفتني بالحجر، تقولوا انا عايشة مع زطية من الغجر؟ يعني لو كان الحجر بيحكي من تمه كان نطق، واذا متت وسألتوها لامه بتقول قتلتها بالخطأ. طولي بالك يا تمينة، كل شيء له حل. انا ما بحب شوفك حزينة، يبعت لها حمى وداء السل. العمى على القصة، يعني ما بتعرف انك عروس وشهر العسل ما صار له جمعة؟ اي والله الحية بسبع روس، لانكن عرسان بتخبي روسها السبعة. اي قسما بالله العظيم لو كان معي موس لكنت قتلت لك هالافعى. لا تز بدنك ابو تمينة، روقنا بقى انت التاني. إيه بس بنتي هالمسكينة مهمومة وعم تعاني. صباح الخير مرت عمي. ريتك تاكل همي. ليش هيك عم تحكي معي؟ ان شلون بتسمح يشتغل الصريخ ببيتك وامك تهين بنتي وتضربها؟ ايه ما بقى الا تشوية على السيخ وتلطها بشريط الكهرباء. ارجوكي مرت عمي لا تضوجي وطولي بالك علي شوي ولا تتاخدي بالعي. فوت فوت يلا يلا. السلام عليكم. قبل السلام والكلام، ليش مفلت امك على بنتي؟ اه شوف حالة المسكينه يا حرام، بهالاسبوع صارت اكبر من ستي. ولا يهمك يا عمي، ان شاء الله كل شيء بيتصلح. والحقيقه انا جاي اعتذر عن امي، والعائل هو اللي بيسامح وبيصفح وبترجاكم. مهما كبرت القصه خلوا للصلح مطرح. هلا جاي تلحس عنا بكلمتين؟ اذا بتريد يا راتب خليني عم بحترمك. ها شوف وش البنت شلون صار عرض اصبعتين، وكله من ظلم امك. من ظلم امي؟ اي طبعا، لانه البنت عم يجع راسها من الصريخ والنقار، بس ما تصورت انه يوصل الامر مع امك للضرب بالحجار. لا وقال شو؟ راتب افندي بيشتغل قاضي. طيب شو كنت بتعمل لو كنت عواضي؟ والله ما بعرف، مو شغلتي. طيب انا رح اقول لك شو رح اعمل. شو رح تعمل؟ القاضي عاده بيسمع الطرفين، مزبوط؟ مظبوط. وبياخذ بالاعتبار شكوى الخصمين، صحيح؟ صحيح. وبنتكن جانب وامي جانب. ايه وشو المعنى؟ يعني كمان لازم نسمع امراتي. بقى تفضلوا معي اذا بتريدوا. لوين بدنا نتفضل؟ لعند امي. يو بدك يعني روح لعند الخصم؟ ان شاء الله ما يبلى هالفهم. هلا انت ما بدك تريحي بالك من هالقصه وتخلصي من هالجرسه؟ طبعا. طيب خلونا نستغل الفرصة ونروح نشوف الحق على مين. وأنا ما عندي مانع، وخلينا نشوف عن حالك كيف بدها تدافع. شرف تفضلوا معي لفوق. ليش لحتى نحن نطلع لفوق؟ خليها هي تنزل. مو مشكلة يا أمينة، نحن بنطلع. شو هالشغلة؟ يلا تفضلوا تفضلوا. تفضلوا
اسمحوا لي. مساء الخير امي. ليك المنظومة، لك حتى على ابنها ما عم ترد. معلوم ما بترد، لأنه أمي ما بتحب الصد والرد. تردي أمي. أمي شو بنا أحكي؟ لك ليه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لك ليش هيك عم تنعرها وتضربها؟ لك الظاهر ناوي تكسب غضبها؟ ليش التمثال له رضا وغضب؟ كلهم كان بسمار مدقوقين على لوح خشب. تفضلوا شوفوا، هاي حمات بنتكم المصونة، شوفوا بعينكم. من شان الله ابن عمي لا تاخذني، روح جيب امك لحتى حتى على راسي. كل اللي صار غصب عني، واذا كنت انا ظالمه لا تكون انت قاسي. حلو كثير حلو. تفضلوا معي. شرف. تفضلي امي. السلام عليكم يا جماعة. مرت عمي عنا؟ اهلين وسهلين مرت عمي، لك ريتك تسلمي لقلبي، حكالي راتب عنك كثير ومالي مصدقة امتى اشوفك. يعني اهلين وسهلين ومرحبتين، الصدر الك والعتبة الي. انتي على الراس والعين، وشو ما بدك قولي لي الي، واعتبريني من هلا مثل بنتك وامريني امر ولا تخجلي، وانا باذن الله معاهدتك اني اكون معدله، واذا لقيتيني خنتك انزلي فيني بهدله. انا اللي بيحرق قلبي اكثر انه الرجال ما بيحسوا بانوثتنا، منتحمر لول ومنتغندر، ولولا العيب منشدهم من ايدهم لاوضتنا. اسمعوا هالقصه يا جماعه. انا من كم سنه جوزت بنتي حياه، وكل مدة بعملها ساعة سماعة وبنصحها نصايح بيتمنوا النسوان يسمعوها مني، وكل ما بتقلي المجدوبة جوزي مثل الألماسة بقلها خرسي الجلة ما بتخلى من النجاسة، الرجال كله مثل بعض ولازم نطلع لهم دائما سنجعض، بقى لا تفرطي بحقوقك ولا تخليه مثل الحمارة يسوقك. ومرة من المرات استفادت الدرسانة من نصايحي واستعملت الحربقة، وكادت لجوزة حاتم كئت وطعمته يا بالمعلقة. الحمد لله طيبين كتير هالزعترات. شايفة حلب شو مفضلة علينا؟ وشلون شفت لي هالسلطات؟ ما في منهم اللهم عافينا. طيب ليش ما عم تاكلي انتي؟ مالي نفس، صب لك كاسة شاي. ألا منيحة ما بدأ سؤال، حكم بعد شوي بدي قلك باي باي. ليش وين بدك تروح يا رجال؟ على هو مثل العادة. يعني بدك تتركني لحالي؟ لك أستي هي ليلة من الليالي. هلا كل يوم بدك تعمل لي نفس القصة؟ طيب انت شو مضايقك بالموضوع؟ عم بتسلى مع الشباب. شوف حاتم، هي شغلة القهوة ما عاد اتحملها بنوب. يا حبيبي هو قاعد بالربو وانا قاعدة بعز الشوب. طيب روقي هلا وخلينا نعرف. مثل ما عم قلك هي الحالة ما عاد اتحملها ابدا. عال والله كل يوم بيتعشى بكير وبوشه على القهوة وبيجيني اخر الليل وعلى شخير وعلى بكره بيفق لي ضحوة. كمان ما فهمت. يعني شو اللي عم يزعجك ان فقت ولا نمت؟ بعدين ليش لحتى تعصبي؟ ما في شيء محرز. عم عصب لأنك أناني وما بيهمك غير حالك، لو كان طبعك إنساني كان خطر وضعي ببالك. ليش شو بوضعك؟ هاتي سمعينا لنشوف. لك أنت مالك ملاحظ إني أنا مدفونة بالحياة دفن، يعني لا روحة ولا جاية وحاطة الحزن بالجرم. طيب ليش ما تروحي؟ مين ماسكك؟ رفقاتك أكتر وجاراتك أكتر، والله اللي بيسمعك بيقول عني هالكك وعامل عليك عنتر. رفقاتي لا رح ياخذوني لا على الربوة ولا على الشادروان، لا في مشاوير بشتهيها شهوة وما بيروحوا للنسوان، بقى شو بعمل بحالي؟ بقعد على ضفة النهر وانت بعيد من قبالي ناوي تطققني هار؟ هلا لا بدي طققك ولا تطققيني، بس النسوان خلقوا للبيت، بقى الله يرضى عليكي لا تنرفزيني. يعني بدك تروح ما في خواص. شو بتريديني اعمل لكان؟ اي والله القعدة معك بتجيب الجنان. طيب قوم فتلني بجنانة وخليني شم الهوا، واحسن مالي قاعدة حزينة منغير جو سوا. ما بقدر اليوم. وعدت الجماعة إني إجي أكيد، وحمدي هالمنظوم بس يسمع إني جاي بيجي ركيد، مو حلوة أتأخر، خليها لغير يوم. إيه بس أنت كل يوم بتأجلها وهي مو أول مرة. ولا يهمك، هالمرة رح أسجلها وما رح أنساها بكرة. يلا خاطرك بتريدي شي؟ لا تنتظريني بجوز أتأخرها.
جيبي لي صدرية والطربوش. تكرم عينك. تكرم عينك. اسلموا. بدك شيء؟ لا أيوه سلامتك، ما بدي شيء. خاطرك حياة؟ الله معك. خاطرك حياة، إيه ريتها تضرب هالحياة. بس بسيطة يا حاتم، إيه ما بكون حياة بنت نفيسة إذا ما عملتك هالليلة بإيدي مثل الخاتم. وراح حاتم على القهوة وقعد مع رفقاته حمدي وزهدي وبطيخ مبسمر ودراب السخن، وبعد ما لعب وضحي ونكت لحتى ما عاد فيه، رجع بآخر هالليل على بيته لحتى يقوي. يا تطيري يا حبابة وديني الدمام للهوى، هاتيني من حبك علامة هالأسمر أبو. شو عم تعملي هون بأنصاف الليالي؟ شو عم بعمل يعني؟ عم بنتظرك. شلون عم تنتظريني؟ عم تنتظريني بنص الليل قدام باب سقا؟ ايه شو بساوي لك؟ مضطرة. ما فهمت، عربيني اياها، شلون مضطرة بقى؟ هذا يا سيدي، بعد ما رحت انت لبست ملايت وحملت حالي ورحت لعند جارتنا منيرة حتى شق عليها مشقة صغيرة، ولما رجعت بدي طالع المفتاح من الجزدان ما لقيته، والظاهر اني جوات البيت نسيته، مشان هيك اضطريت وقف استناك هون لحتى تجي وتفتح لي الباب. الله يصلحك على هالنسوة يا حياة، حدا بينسى مفتاح بيته؟ هذا اللي صار. شو بعمل يعني؟ الإنسان عرضة لأنه ينسى. ايه بعدي لي هيك لقلك، بعدي هيك. شبك حاتم؟ طالع المفتاح وخلصني، تعبت رجلي من الوقفة. صدقني واقفة غصب عني ومالي مصدقة امتى اتسطح نتفه. لكن صلي على النبي، انت الثانية ما عم لاقي المفتاح. يو شو هالحكي، معقولة؟ لك والله ما عم لاقي المفتاح، وينه؟ ايه ليكون واقع منك بالقهوة. لك أنا قهوة انت الثانية؟ طول عمري بقعد بالقهوة وما ضيع حكي. ها معناتها نسيانه جوات البيت، ايه ما في غير هيك؟ هيك بده يكون. الله يصلحك على هالنسوة يا حاتم، حدا بينسى مفتاح بيته؟ هذا اللي صار، الإنسان عرضة إنه ينسى. ايه وش بدنا نعمل هلا؟ شلون بدنا نفوت على البيت؟ لك شو بيعرفني؟ عجزتيني يعني، ما في غير نخلع الباب. وبتقدر؟ بدي أحاول. ها العمى انخلع كتفي وما كان ينفتح. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أفا مالي تعبانة نعست، حاول كمان. ها ايه ما عم ينفتح، تقولي باب ألعمه هيك، بس كأنه ملاحظ انه مقفول بالمفتاح. لا ايوه شو مقفول يعني؟ مين بده يقفله؟ انا لما طلعت طبقته طبق. اما خيلي شو بدنا نسوي هلا؟ ما بعرف والله يا حاتم، اشي بيحط العقل بالكف يعني؟ معقول ننام بسقاء؟ لا شو ننام بسقاء، انت تانية. لك وين بدنا ننام هلا؟ مندق على جيران او يعني؟ يا حبيبي عليك، بدك يانا ننام عند جيران؟ ايه اصلا بيكونوا نايمين. شو بدنا نسوي لكان؟ اصبح منروح لعند اهلك ومننام عندهم. ايش نسيت انه اهلي مسافرين بحمص؟ لا حول ولا قوة الا بالله على هالعلقة. لا وبيت اهلك زايرين عندهم اختك وصهرك وولادهم. هذا اللي كنت عم فكر فيه، لقيتها مو مناسبة. العمى وين بدنا ننام لكان؟ ما في قدامنا غير ننام بالاوتيل، ومعي دفتر العيلة بشنتايتي. بالاوتيل؟ اه بالاوتيل، شو فيها يعني؟ خلينا نتذكر شهر عسلنا. شرفي لنتذكر. شايف ما احلى الغرفة؟ حلوة. حياة؟ يا روح حياة. شو بدك تتعشي؟ يا سيدي
جاي على بالي فراريج مطفايه بالحمض والثوم، وبدي سمك مشوي مع الطرطو، وبدي سلطه ومتبل، والمحلي قطايف عصافيري. على عيني. يلا روح انت وصلنا على العشاء قبل ما احضر حالي. يلا. فظاعة شو قوية؟ ايه شو هالبنت اللي إليك؟ طالعة لأمها ذكية، يعني بالمختصر قضت ليلة أنيسة؟ مو ناقصة إلا تكون مع أمها نفيسة. أنتِ الثانية ضروري تعكري عليها ليلتها، خليها فرحانة بعملتها. المهم انبسطت حياتكم اتبسط، وطلعت من الأوتيل وجوزها عم يشحطها منه شحط. هذا كله بعد ما سهرت مع جوزها ورقصت وفقشت وضحكت وانبحتت وما خلت عليها ولا بقت هيك لأدان الصبح، وبعدين حطت راسها ونامت منهنها. والله أعلم ما بين المرأة وجوزها. وتاني يوم فزت من النوم الساعة 2 مثل الأكابر، وودعت الأوتيل بنظرة حزينة وهي عم تغادر. انتظريني شوي، رايح جيب الحداد وإجي. وليش لا تروح تجيب الحداد؟ مشان شو يعني؟ مشان يفتح الباب. لا تروح ولا تعذب حالك، انا بفتحه. لك شلون بدك تفتحيه؟ اذا انا الرجال عجزت وانخلعت كتافي وما فتح. الشغله مو بالقوة يا حاتم، لكن لشو اخترعوا المفتاح؟ انا مفتاح. مفتاح بيتنا. لك مدام معك المفتاح، ليش خليتينا ننام بالاوتيل ونحط مصاري؟ مشان تحس على حالك وتاخذني مشاوير وترجع على بيتك من القهوة بكير مثل العصافير. تفضل. فعلا انك كيدا كنا عظيم. شرف يا خانم. طمني يا اخي معروف، يا ترى استفدت من هالجمعة؟ لاني شايفك قاعد مثل الراس الملفوف المعروض بسوق الجمعة. بقى شو بك ساكت لا من تمك ولا من كمك؟ وكأنه مرتك منظومة والأنظم منها أمك. الحقيقة المرة يا أخواني أنا مالي مكمل، جننوني أهلي ونسواني وما بقى فيني أتحمل. هيك ها؟ هات وسمعنا أخي معروف، احكي وفضفض وفش قلبك. حاكم كل إنسان له ظروف، ونحن ما رح نشمت فيك لأنه منحبك. ضل المسكين داري وما بده ينشر غسيله، وهلأ صار إجباري يحكي لنا ونصغيله. إيه سيدي، تابع سيدي تابع. هذا يا شباب حطت أمي ببالها تخطب لي وتجوزني، وأنا مو بهالوارد بنوب ومالي حاطت الجواز بذهني. سألتني أمي عن العروس كيف بدك إياها، يا ترى شقرة سمرة، حتى تنقي لي إياها. قلت لها أمي ما بتفرق، المهم تكون مقبولة وعلى شكلها ما رح دقق، اختاري لي إياها معقولة، والأكتر من هاد تكون مطيعة ومهذبة وخجولة. جميل جدا، كلام حلو بنوميس، وإلهي بنت عاقلة يجمعك، لأنه ما بدك إصبع مدوحيس عالطالعة والنازلة يوجعك. قالت لي أمي ما أحلاني خاطبت لك بشعة وشرنة، أنت تركني يا ابني وراح أخذ لك حورية نازلة من الجنة. وقالت لي كمان بدي أخطب لك وحدة شقرة حلوة النبرة لطيفة العشرة، إذا شاف القمر بيستحي. قلت لها إذا كانت أصيلة شريفة ونبيلة وما لها سئيلة راح أربح أنا وتربحي أنت. حلو، كلام حلو كتير. وفعلا جوزتني أمي بنت حلوة ومهذبة وذكية، وجسمها قوي مثل الإسمنت، وخجولة وناعمة وهنية، بتدللني وين ما أجيت وين ما رحت، وعندها رضاي بالدنيا. يا سلام على هالعيشة، إن شاء الله بتتهنى. إيه سيدي هات لشوف، سمعنا. لما شافت امي هالتناغم والانسجام صارت تغمض عينها الخانوم، بس ما عاد فيها تنام. معلوم لانه انقرقت، ومشان هيك قلقت وبس. إيه رب العالمين قال وجعلنا من الليل سباتا. إيه هي ما عاد فيها تنام لا خميس ولا جمعه ولا ثلاثه، واشتغل لك هالتناحر والتلاسن والالفاظ الشنيعه، وصار بيتنا مثل الحمام الميته مقطوعه. إنه لأمتى بدي يتحملك؟ يخرب بيتك ما أسألك، تسهري لأنصاف الليالي ما بنحكي شي، ما بتفيقي لضحوة منقول يلا معلشي،
بس ما هي سب الكنيسة والمسح. منعذرك، بتعدي بتتناغشي انت وابني بالسهرة مشان لحتى تغيظوني وتجاكروني، انا المرة المستورة. بقول يلا معلش مرة وجوزها وحبوا يتسامكوا علي، اما انك تردي بوشي واسمح لك تطولي لسانك علي، نيعك فش وفش. فهماني ولا ايه؟ بسيطة، شو علي؟ الكلام صفة المتكلم. دخيلك ودخيل سقافتك، الكلام صفة المتكلم، ريت القصي بجنابك يتعلم. ولك شو بكن يا جماعة فاكحين على بعضكم إذاعة؟ أصواتكم وصلاني للحارة عين، شو هاد؟ وطوا صوتكم شوي وحلوة مشان الجيران. تعا اسمع، تعا اسمع مقصوفة العمر تبعك، بنت النعم اللي عم تسمعني على كل إيد النغم. أنا ما سمعتك ولا أمتك من أرضك ولا التكشت فيكي، بس أنت ملقومة من امبارح ومدري شو صاير فيكي. ولك يبعد حمى لهلساني اللي لازم اقص، والله لو تتركني عليها لهالمقوصه لحتى نص جوزتها نص. شلون اتركك عليها لك يا ابني؟ لا حول ولا قوه الا بالله، طولي بالك شوي. شو بكي؟ لك انت جاي تتبلاني؟ احسن ما تتقاوى علي على امك، روح تقاوى على مرتك. قليله التربايه مثل الحربايه. ما بدنا نفهم شو القصه؟ شو الحكايه؟ شو القصه وصار؟ شو بيعرفني؟ سأل أمك امطنة ورني، قال لو الكلب بيدخل الجنة عمر الحماية ما حبت الكنة. على نصك هلا. شو بك أمي؟ قليلي لحتى أعرف أتصرف. يلي صار إني قلت لها لبقى تلبسي الكعب العالي بالبيت يا ويصال وتشخلعي فيه، منظره عم ينرفزني وطالعة فيه مثل معسفة الأكابر. قامت الخانة ومنتترت بوشي وهي عم تعلق المسكة وقالت لي هذا الحاضر. هلا حلفتك بدينك أنا قلت لك هيك؟ والله يا معروف انا قلت لها امرك مرت عمي حاضر، مو هذا الحاضر، في فرق بين الكلمتين. يون واهل واه عليكي، شو انك مبربكه وملوفكه. اي بسيطه، شو هالشغله المهمه؟ محرزه تعملوا لي صرعه انتو التنتين كل ما برجع من شغلي؟ لا تجمعني معها، هي عم فهمك. ها قال انتو التنتين، قال شو جاب لجاب، يكون بعلمك انه انا امك وانا الي وضعي. كنتي حافظي على وضعك حتى نحترم وضعك، بس انتي هيك الشر والاذى بطبعك. وقال شو؟ أنا اليوم فايقة مبسوطة وحاسة حالي قطقوطة، ومشطة شعري ورابطة وشريطة، وفرحانة وما حدا قدي، وجوزي بده ياخدني على الغوطة، ولما عرفت إنك وافقت تاخدني على السيران، وقلت لي جهزي حالك، فاردة ما ولعب سما وركبة الجنان. خلاصي ولي؟ اردي ركبك إلهي وينتعك على نار جهنم وينساك هنيك؟ خلاص أمي، خلاص شو قد؟ وليش عم تخانيني انت التاني؟ نسيت انه انا امك وإلي غضب ورضا عليك، ولا هلا صرت تطلب رضا الفرتوكة وتخاف غضبها؟ شو جاب هاد لهاد؟ ولك اخ يا ليتني خطبتك لبنت اختي سوسن، على القليله كانت عطالعه والنازله ما بتعمل لي ارضا ورثا. سامع باذنك سامع؟ لك يا امي نحن هلا صحيح سوسن سمينه وما بتقدر تطخي وبتنقطع انفاسها، بس على القليله ما بتحط مخها بمخي وراسي براسها. وهيك عم يمضى العمر يا اخوان، بين اخذ ورد وسخافه نسوان. ويا ريت انا فاضي لهالعلاك المصدي، قسما بالله زرت وقت ما عندي. معلوم كون انا بالسوق تاجر وحوصاتي كتيره، بعلمك رحت بعلمك اجيت، والنهفه ما عاد تقدر تسافر واترك البارود جنب الكبريت. ايه انت التاني بعقلك فيهم كم صوت بيحترموك، احسن ما تبات بعقلك وتاني يوم يجننوك. ولك صدقوني الشغله مو بالقوه والجفاصه، لانه الحمار لو بده بيقطع الحياصه. الشغله بالسياسه والتدبير، وساعتها بتشدي التور الهايش بخيط حرير. لا وقال شو؟ الرجال شايف حاله بشواربه، وهو حشات الذكر مثل الأرنب بيخاف من اللي بيلاعبه. ولك يا عمي من طول عمرهم حواء وآدم، واحد قوي والتاني ضعيف، بس يلي عم يخلينا نتألم تبادل الأدوار يا لطيف. ولما الرجال بيجن وبيجعور فهالشغل نقطة ضعفه، وإذا صبرنا عليه اليوم بكرة ما رح نصبر وما رح نوقف بصفه. الحل إنه نورجي النسوان العين الحمراء، والرجال ضروري يكون حيوان أحياناً ولو مرة، وبهالصورة المرة رح تنضبع وبتخاف يسلخها كفين، تنضبط وبترتدع وبيصعدوا الطرفين. والمرة ما بتجي بالقوة ولا بتحب الضرب والشرشحة، والرجال اللي بيضرب بلوة وما قالوا بهالشي مصلحة، لأنه المرأة إذا سكتت اليوم بتسكت وبراسة موال تقبر عضامي. معلش يا هشام أعمل لي زوم، أنا مسؤولة عن كلامي. منكمل قصتي يا أخوان، حاكم صار في بارازيت وانقطعنا، يا بأداني في صدى يا أما في مين عم بيسمعنا. مو مشكلة سيدي، كمل كمل.
بيوم من الايام رجعت على البيت هلكان تعبان من الدكان، لقيت امي بتخنتها زياده، عم تنفخ مثل الثعبان، عامله نواحه ورداده وراكده ورا مرتي مثل طرزان، كانه عصفور لاحق جراده بده يصطادها جوعان. انزلي من فوق يا مقوصه، ليش هربتي مني؟ ان شاء الله كل يوم بدك تطبخي هالقوصه، انزلي تعلمي مني. ما بنزل ما بنزل يا حماتي ما بنزل الا بحلق الماس. حلق الماس؟ شاي ولاي عليك يا حبله. شو اعمل لك؟ انا مثل الحبلاس كل ما كبر بيحلى. انزلي انزلي بلا اخذ عطا، احسن ما اسفك بالشحاطة. هلا انا بس بدي افهم انه انت منين طالعتي لي بموضه هالضرب؟ كل الحموات ولساناتهم طويله وبين الكنة وحماتها حرب، بس انت نازله فيني سفه مثل الالبان والصرب. يوه عم تعملي حالك مسقفه، تضربي انت وهالامثال شو مقرفه. مو مساله مسقفه، بس انا بحب افهم واتنور، وانت يا مسكينه من معرفتك بالصحابه بتتردي على عنتر. شو بكي؟ ليش هيك تبلكمتي وعم تطلعي فيني مثل الاق؟ فعلا وانا عند كلمتي، اذا لم تستحي فافعل ما تشاء. ايه ورصاصي رصي، انزلي عن فهمي، نزلي لوزي. ابنزل شو خايفه منك؟ بيتي وبيت جوزي. نعم، شو بديك؟ واقفين اقول لك شو بدي. يا امي! يا امي! ان شاء الله حماك الله يخليك. لا ماما! والله لا كسر راسك ماما! يا امي! هلا تفرجيني! يا امي! واقفين! هي 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 شو بكون دحين بعدكم مثل القطة والفارة؟ يا حريق الحريش تبعكم عملتونا شرصة بالحارة! لا شو بفتك! ها؟ خلصي ولي؟ أنا بتحكي بالأول! لا أنا بالأول! لا أنا بالأول! لا أنا بالأول! أنا بالأول ورجلك على رقبتك! لا تكبري معي شو فهمتك! لك فهموني شو عم بصير؟ اسمع امي، اول ما غلقت وراك باب سقاق بلشت مرتك تناكدني، وقفت قدامي مثل المعلق، شي تجعر بوشي وشي تجاكرني هيك بدون سبب. ليش انا شو قلت لك يا قليلة الادب؟ معلش وصال، يعني خليني افهم منها بعدين بفهم منك. تفضلي احكي المعلقه تبعك. سامع؟ عم تسبني؟ عم تقلي معلقه؟ روحي ان شاء الله بتضلي لا معلقه ولا مطلقه. الهي امي ببوس رجليكي وقفي لي هالمتر اليوز، خليني افهم الله يرضى عليكي، ما بقي براسي ولا فيوز. ماشي الحال، هذا يا سيدي طلعت مرتك بعد ما رحت انت على اوضتها، تزينت وتعطرت وتمكيجت ورفعت شعرها وصارت رقبتها مثل رقبه الصوص الممسوعه ونزلت، قلت لها يا بنتي يا وصال، ليش المكياج يا حبيبتي؟ ليش المكياج بعز النهار؟ شو تقبريني انت رايحه مشوار؟ انت قلتي لي تقبريني؟ ايه قلت لك تقبريني. قلتيلي العين الطراقة تطرقك والسفاقة تسفقك، حدا بمكياج عيونه بالأزرق وبالورب يروح يشوف عيونك كأنه مزرقين من كتر الضرب، هيك قلتيلي. اخرسي هلأ وخليني كمل، كلي هوا. ايه بسيطة، سبيني قد ما بدك، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. سامع؟ سامع؟ رح تفلقني فلق بهالسقافة تبعها، لا وكل ما بتشوفني النرفزة تنترني عبارة من عباراتها. تضرب السقافة اللي وصلت لك تضرب. المهم امي هلأ يعني كمان وصال بتضل مثل بنتك. كش برا وبعيد قال مثل بنتي قال. اي والله اختك بهيرة بتنشرب مع المي العكرة. مو مثل هالحمارة هاي بترد بتمي وشكرة. امي هاي مو حمارة هاي مرتي. كمان انت احيانا بتسبي مسبات يعني الواحد. هلأ انا هاي انا مسباتي محبة. مو مثل مرتك هالدبة. ايه محبة، قال حبتني حماتي نيمتني على التنور، بغضتني حماتي نيمتني على الكانون، هون شحار وهنيك شحار. المهم هلا يا جماعة فضولي هالسيرة وقوموا حطوا لي غداء، أنا جوعان. ليش بالأول أنت عرفت الحق على مين يا حيوان؟ أنا حيوان، أنا ابنك أمي، بعدين شو مناسبة هالألفاظ هلا؟ وأنت التاني بوشي بدك تتخلى؟ فرح يا معروف، كبر ابنك وجوزتيه ما شاء الله. أمي أنا رجال، ما بفهم بهالمسائل هي. العمى بقلبها على هالوخامة. قلت لها يا حبيبتي يا وصال الله يرضى عليكي امسحي الترابيزات الغبرة عليهم هالسمك سمكة. قامت جعرت بوشي وقالت لي شوفي انا مالي وخمة وما بدي حدا يعلمني النظافة، اصلا انا ما كنت اشتغل ببيت اهلي كان عنا صانعة. انا قلت هيك؟ قلت لها ولك يا روحي يا ضو عيني انت، حدا بيحط لك تزريعة فوق المكتبة بتشر المي على الكتب وتسخمها تسخيم. قامت انتترت وقالت لي شوفي يا معروف، قالت لي معروف، قالت لي شوفي يا معروف انا اكره علي مين يعلمني، بعدين هذا بيتي وحره فيه انا، وشقلت منخاره للسما. انا سمعت هالكلام
حطيت ايدي على تمي وسكتت. قلت يا بنت لا تردي، هاي مجنونة. أنا مجنونة؟ إيه الله يسامحك. هلا فضولي هالسيرة يا جماعة وخلصوني بقى، قوموا حطولي غدا، بدي آكل لي لقمة ونام وأرجع على الدكان. يعني ما بدك تسمع مني بس بدك تسمع من أمك؟ قولي واختصري خليني آكل لقمة تصدد خصري. يلا هذا يا سيدي نزلت أمك على بكرة على الدرج وهي لابسة روب لونه سكلة ما بلا حرج، عرفته؟ هذا اللي بتضل تلبسه وبتتفتل فيه. قلت لها مرت عمي مو حلو غيريه من شان سنك، قالت لي ما بيخصك ورصاصي رصك، أنت غيرانة مني. بس أنا على شو بدي غار منها؟ والله ما فهمت. هيك قالت لك رصاصي رصك من الباب للطاقة؟ أمك وبتعرفها؟ لا ما بيعرفني. شلون ما بيعرفك؟ المهم هلا ولما دارت ظهرها شفت شقفة مسكة كبيرة لزقانة على الروب، قمت لحقتها وركضت بفاها لحتى انتش المسكة من على روبها، وما شفت لك الا وحدة اندارت علي وسفتني على تمي كف. طبعا بدي اسفك لانك انت ما نتشتي المسكة من على روبي، خليتيني لدير ظهري ونعرتيني. انا ما نعرتك. خلاص يا جماعة قولي انا نعرتك. نعرتيني لكن ما نعرتيني، انا شفتك بالبلور عم تلاوقيني. انا ما لاوقت حدا، كنت عم رطب شفايفي بلساني. مبلا لاوقتيني. ما لاوقتك. لاوقتيني. قلتلك ما لاوقتيني. مبلا. لا. مبلا. لا. مبلا. خلص مبلا. مبلا عملك لاوقتيني انا شفتك. خلص معي. مبلا. لاوقتيني. الله يحرمك يا ساعة. رح تجنوني العمال. رح خلاص. 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 رح تجنوني. مين الحالي. عليك. 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 وصار فيني مثل الواقع من المقلاية فوق النار، هي امي وهي مرتي وصرت بيناتهم محتار. بصراحة مرتي وصال منظومة وعاقلة، لكن بس تسمع اسم امي بتصير نار شعلة. ومرة من المرات حطيت امي قدامي وحكيتها. لك يا امي ليش هيك انتي؟ ليش هالك فيها لمرتي؟ حسبيها مثل بنتك. بعدين الواعة الكبيرة ابتسع الواعة الصغيرة. هلا أنا أمي، أمي اسمعيني منيح مشان الله، بعرف إنه خلقك ضيق ومزاجك صعب وبدك كل شي بهالبيت يمشي على مرائك، على عيني وراسي، بس هالشي لحتى يتحقق بده وقت، ما بده خناق وعياط ومقت. والله أنا بحبها لويصال، بس هي ما عم تخلي لي مجال، وروح قلبها تجاكرني وروح قلبها القيل والقال. معلش أمي معلش، طولي بالك عليها، يعني نحن عمر واحد وبدنا نعيشه، خلينا نعيشه مزبوط. وبيني وبينك الكنة بدها كنة، وهي بنت الناس، يعني نحن مجبورين فيها. ايه والله مجبورين يا معروف. يعني انت ما بتنبسطي اذا شفتيها عم تسعد جوزها وتريحه؟ يهلكا يخلي لي اياكي يا امي، ديري بالك عليها، اذا مو كرمالها كرمالي. ولو ايه والله بعد هالحكي لحط جوات عيوني. اسمعوا على الحكي، قال له لك يا ابني ما كانت الكنة بحضني. كتير حلوة هالمفاهمة بينك وبين الوالدة، بس ان شاء الله يكون في فايدة. استفدت ولا ما استفدت اخي معروف؟ هلا منشوف. امي شو عم تعملي هون؟ ليش هيك حالتك؟ لك طمنيني رعبتيني. ضربتني على راسي بطاسة الحمام وشدتني من روبي وشقت لي اياها كمان وسبقتني على ايدي بالكشاشة وضربتني برجلة وتزحلطت كمان. امي انتي عن مين عم تحكي؟ عن مرتك ويصال. وامتى صار هذا الشيء؟ اليوم، اليوم الصبح بعد ما رحت انت على شغلك. امي مرتي وصال ما نامت بالبيت، امبارحه بعد ما نمتي حضرتك خبرونا اهلها انه اختها عم تطلق، اما توصلت لعندهم بنص الليل. ما في شك عندي انه رجال تشتيش وبيتقاووا علينا نحن الولاية، وبيرفعوا على راسهم هالطرابيش وبيستوطوا حيط الملايا. لا وكل واحد عامل حاله حكيم وبالفهم عنده اطروحه، وهو والله العظيم ما بلوح بين ايدينا لوحه. ولو حبينا من دوخه مثل يلي راكب مرجوحه وعمره الدوري ما استرجى يقرب ناحك يا شوحه. تعالي نايفه. شبك عم تحوسي وانتي خايفه؟ عم بخدمكم يا ستي مثل ما لك شايفه. ايه عدي عدي اسمنا مبسوطين، ولا تقولي ما يصحش عيب على قولتي المصريين. قالوا لي انك متجوزه. نعم يا ستي صحيح.
وقديش صار لك متجوزة؟ تقريبا شي 3 سنين. ومبسوطة انت وجوزك؟ طيبات وللطيبين. وعندكن ولاد ولا لسه؟ ما في بنات ولا في بنين. وليش هيك عاملة بحالك؟ لا يأذن رب العالمين. لا يكون عم تاخدي مانع. لا، ما في غير الأسبرين. مبين انت على نياتك. بيكفي جوزي حاببني. ولا زعلتي منه بحياتك؟ لا بزعله ولا بزعلني. وشلون صحبتك مع حماتك؟ المخلوقة أحسن مني. وشلون بتقضي أوقاتك؟ يا عم خيط يا عم غني. وكيف علاقته مع أمك؟ دوما طالب رضاها. وشو بيقلك عن حماته؟ ما كنت عرفتك لولاها. وعم يكفيكي معاشك؟ هو متضايقين ندفع. وليش متضايقة يا بعدي؟ نوفي حق الغرفة. ليش اشتريتوا غرفة؟ حتى تسترنا سوا، مشان هيك نحن فقرة وفاتحين تمنا للهوى. شو بيشتغل جوزك؟ مسكين داير بطال. وانت بتصرفي عليه؟ ما حبيته هالسؤال. طيب هاتي لشو؟ احكي لنا قصة جوزك، وشو بتعمل معه حماته؟ ايه، ليش هيك برطمتي بوزك؟ ما صحت لحدا يحكي لنا قصة حياته. قصتي مع جوزي بسيطة، لا فيها خناق ولا فيها عيطة، وما رح طول بالشرح كتير، اماني شاطرة بالتعبير. جات يا أمي ولا بتستنى نايفة؟ هو من جهة جات يا أمي، بس بستناها، ما بقى لا توصل. خذ يا أمو هاي كاسة العرقسوس، اشربها وبرد على قلبك. الله يسلم ايدين يا أمي. ايديك يا أمي. قدي الساعة يا أمو؟ والله ما بعرف. يعني قديش تطلع لنا الساعة؟ ليش عم تسألي عن الساعة؟ بدي أعرف إذا كان قد العصر ولا لا. لحظة يا ستي، الساعة 4:10. هي مو ساعة أبوك الفضة يلي معك؟ بلا ساعته، الله يرحمه. هي ساعة فضة، ليش ما بتعلقها بجيبتك؟ صحيح الساعة فضة يا أمي، بس ما لها سنستي. اشتري لها سنسال فضة وعلقها بجيبتك تقدرني. يا أمي الله يصحيك ويخلينا إياكي، نحن خرجنا نلبس ساعات وسلاسل، نحن الله يسترى معنا ويدوم علينا الصحة والعافية، يا دوب عم نلاقي رزقة يومنا. الله كريم يا مسعود، طول بالك يا ابني، لابد ما تفرش. آخ يا أمي آخ، كل دروب مسكرة بوشي، ما عم لاقي ولا شغلة ارتزق من وراها، ولولا نايفة الله يرضى عليها عم تشتغل عن الست مكرم كانت حالتنا بالويل. وشو الفرق بينك وبينها؟ إلهي كل بيقلو جاه عند الله يستر عليك يا نايفة ويوفقك. قسما بالله يا مسعود، أنا بحب هالبنت من جوات قلبي. ربي يشهد علي إنه ما في فرق بين محبتي لأختك نديدة ومحبتي إلها. الله يمد بعمرك وينفعنا من رضاك يا أمي، وهي كمان عندها إياكي بالدنيا. ليش لحتى ما تنحب؟ بنت حلوة وكربوجة ودرويشة وآدمية، وفوق كل هالشي معشرها هني ونفسيتها طيبة. هذا مسواك يا أمي، مو أنت نقيتي لي إياها؟ لك شو تنقيتي وما تنقيتي، هذا رضا من رب العالمين يا مسعود. ياما ناس تخوزقوا بجوازاتهم وكانوا مفكرين حالهم مالكين القلعة. مرحبا. أهلين نايفة. أهلين تقبرين. شلونك مسعود؟ أهلين. مرحبا مرحبا. تأخرتي تقبرين، ضل بالنا عليكي. إيه والله يا مرت عمي تأخرت، لاني رحت من طريق طويل، ظنيته قصر عم طلع اطول. تغديتوا ولا لسه؟ لا والله ما تغدينا، عم نستناكي. اي مسخ الكل اكل. لا ايوه مرت عمي، شو تسخنينا؟ ليش انا شو عم ساوي لك؟ بتكوني جاي هلكانه وتعبانه وبده من يخدمك. يعني بتلاقيها مناس باخدم بيوت الناس وبيتي ما اعرف اخدمه؟ خلص 5 دقائق وبيكون الاكل جاهز. اي تسلم لقلبي، شو حلوه ونخشه تهنى فيها يا مسعود. مرحبا. اهلين عم يوم فايز، تفضل شرف. لا معلش مستعجل، مالي فاضي. بس لعلمك يا مسعود
صار ماضي يومين على الدفعة المستحقة إلي من حق الغرفة. ها معك حق ما ينسيان، بس بدك ما تآخذني، الشغل دائر وما في بجيبتي ولا فرنك. بعدين أنت بتعرف عني أبو فايز، ما قصرت عليك ولا بدفع، مزبوط ولا لا؟ من هالجهة والله أنت ما في منك، والنعم من تربايتك يا عمي. بقى بترجاك عمي أبو فايز تستناني شهرين بالكتير، وبمجرد ما اشتغلت رح سكر لك كامل حسابك. أنا يمكن بقيان علي الدفعة الأخيرة ما؟ صحيح، بقيان الدفعة الأخيرة. بقى شو قلت؟ والله يا عمي ما بقدر أقول شيء. ليش؟ طبعاً مو أكابرية مني، بالعكس أكابرية منك. لأنك فقير ومعتر، ورغم كل هالشي ما قصرت ولا بدفعة، كل دفعة بأوانك. لك إيه تعال شوف، تعال شوف شو عم تعمل معي هالأمم هي. لك هذا راغب بيك اللي صيته على سن ورمح ونص الدنيا ملكه، اشترى من عندي دكانة لابن أخوه بالتقسيط. إيه قسماً بالله العظيم لحد هلا ما دفع لي غير الدفعة الأولى وهذا وش الضيف. إيه عمي أبو فايز بس أنا غير بعرف بعرف والله بعرف، أنت إنسان مربى. بس شوف على هالتناقضات هي. لك الفقير بيعرف شو اللي عليه وبيحترم الناس، والغني بيتهرب من واجباته مثل الناس ناس. شو بدك تعمل عمي أبو فايز؟ هيك حال الدنيا. أصبح روح عمي، أنا ما عدت طالبك نظراً لأخلاقك العالية، بس يصير معك بقى تعطيني إن شاء الله بعد سنة. يلا خاطرك. ما حلو هيك على الباب، تفضل عمي أبو فايز. معلش مستعجل مرة تانية إن شاء الله، بدي لحق راغب بيك قبل ما يهرب ويمز. الله معك، مع السلامة. هذا اللي عم تاخذ وتعطي معه من على الباب؟ هذا ابو فايز امي. ابو فايز صاحب البيت؟ ايه اللي بعنا الاوضه. ايه وشو بده؟ والله الزلمه اكابر يا امي، عرف اني ما عم بشتغل ام اجل لي الدفعه الاخيره الى ما شاء الله. الله يرضى عليك، يفتح بوشك يا حق. شو يفتح بوشي امي؟ باب الجنه ولا نيت غاز؟ يعني الله يرزقك. اضحكوني معكم. عم اقول له الله يفتح بوشه ام ضحك. شو هاد مجدرها؟ انت الحق تعمليها؟ مو انا عملتها، هي الست مكرم بعتتها معي. هات لي. الله يرضى عليك يا ست مكرم. بسم الله. يلا سيبيني بسرعة. شو يا؟ شايف لك ما في حدا لحدا. يا والله ناشفة، مو بس ناشفة، انشف من القريص. على العافية يا شباب. الله عندي ترحيل انقاض بالبيت وبدي اربع شغيلة. العيون احنا هون يا سيدي. لحظة طولوا بالكم طولوا بالكم، بدي اربعة بس. رجع هاي انا واحد ولا وانت رجع. رجع انت كمان اخي، رجع وحضرتك رجع كمان. ولا يهمك معلم، اذا مشان الاجرة برعيك فيها. لك يا اخي فهم علي، عم اقول لك انا عندي كم كيس رمل وشويه بلاط مكسر، يعني انا ما عندي مزرعه. الله يخليك بنص الاجره بشتغل معك. لك يا اخي توكل الله يرضى عليك. خلاص بقى تفضلوا يلي قلت لهم يتفضلوا معك. يلا يا تقبريني تقبريني على هالشعرات ما أحلاه. نياله نياله ابني على هالمرة، شو ظريفة ونظيفة. لك يخرب بيت قلبه هالمشط، ما عم يمشي بالشعر، عم يخربصه خربصة. لك ما عندك مشط غيره؟ منين يا حسرة؟ انت بتعرفي يا مرت عمي انه الحالة ضيقة، لقوا معاشي دفعناه كله قصة لهالأوضة. بس يلا معلش بدنا نصبر شوي لحتى الله يفرجها. لا والقصة اني صرت اخذة من الست مكرم معاشي والعيدية سلف قبل 20 يوم. اضرب عليكي، هلأ صار المشط حلم عندك؟ يلا شو بدنا نساوي؟ قال بنت المعماري حلمة تعمر اوضة، وبنت الصايغ حلمة تشتري اسوارة على الموضة. الله بعيني يا بنتي، اللي بده يشتري بيت بده يتحمل شوي. لا والدنيا جاية على عيد وما في بجيبتنا قرش يوحد ربه. تقبريني لا تزعلي ولا على بالك، المهم الصحة والوفق. وهي انت وجوزك متفقين وجوزك حاطك على راسه، دخلي قديش حقه المشط؟ يعني اذا كان الجمل بقرش وقرش ما في شو منساوي؟ هلا انت مالك مخبي قرش هون ولا هون؟ كلهم دفعناهم، شي قصت للأوضة وشي لنرقع السقف ونزفته حتى ما يدلف. الله كريم يا بنتي الله كريم. تشربي كاسة شاي مرت عمي؟ ايه تسلمي لي، كل شيء من ايدك حلو. على عيني.
مرحبا مرت عمي. اهلين، طولتي. ايه والله يا مرت عمي، كنت عند القصاصة. وشلون زبطت معك هاي يا نايفة؟ شو هاي مرت عمي؟ يعني حق مش ما معك تقومي تروحي لعند القصاصة؟ قلت لحالي بكرة الدنيا جاي على عيد، ومو حلوة قامي قلب جوزي بكباشي المنفوش. ليش انتي إلك كباش؟ ان شاء الله بيسلم لي هالشعر الحرير يلي بينساب على كتافك مثل الشلال. اصلا مسعود اكثر شيء بيحبه فيكي هو شعرك ومش لحملايتك. حاضر مرت عمي. اجا مسعود يا نايفه. مرحبا امي. اهلين يا امو. اهلين، تقبرني. شو هاد اللي جايبه معك؟ فلافل ومسبحه. لا انا ما عم بحكي عن هدول، عم بحكي على ذاك الكيس. اولا كل سنه وانتي سالمه. انت سالم يا ابو، اصحى تقبرني، اصحى لقبرك. ولا يهمك. ثانيا هي شحاطه هديه لك، هديه العيد امي. ولا تاخذيني مشان الله، مثل ما بيقولوا بين عزرك ولا تبين بخلك. لك ابني هلا وقتها انت الثاني، انا امك وما بعتب عليك. ولو يا امي، ما في شيء من قيمتك. ونايفه شو جبت لها؟ شو بدي جيب لها يعني؟ ما جبت لها شيء. اسمع على السمعه، بالله قال لي شو جبت لها. هلا وين يا نايفه؟ بالمطبخ عم تسلق بيض. نايفة! مر مسعود أفندي، شباك لبيك، نايفة بين إيديك. أعوذ بالله، ليش هيك عاملة بحالي؟ شو بني؟ مو لابق لي؟ لك مو قصت مو حلو بس، ما قلت لي إنك رح تقصي شعرك؟ يا سيدي قصيته وبعته للقصاصة، واشتريت لك بحقه هدية للعيد. هدية؟ شو هالهدية بقى؟ تفضل شوف هالعلبة وافتحها. سلسلة فضة؟ ايه لساعتك. شو بك؟ كأنك زعلت. بالعكس ما زعلت، بس مو انت من زمان جاي على بالك تشتري سلسال لساعتك وما عم بيصح لك؟ صحيح، بس هلا الوضع اختلف وما عاد يلزمني. ما فهمت عليك، شلون يعني اختلف الوضع وما عاد يلزم لك؟ يعني انا التاني جايب لك هدية. هدية إلي؟ ايه. مقصلك قوي الشعر؟ قلت حالي عم تعذبي بشعرك وهذا بيريحك، بس يا خساره. يسلموا ايديك. بس هلا بعد ما منين جبت حقه؟ يا ستي بعت الساعه واشتريت لك اياه. بإذنك يا نفيسة، قفلت لنا القصة رومانس. يعني عملت حالة برنسيسة وجوزها صار اكسيلانس. قال يعني جوزها ما في منه ونحنا يلي رجالنا كخ. إمالكن علي يمين كلن مبخوخين بلون واحد بخ. أخي النسوان انطلعوا ونزلوا بيضلوا نسوان، والطبيعة ما بتتعاكس، كل واحدة منهم